السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مكاني وبيتي المعتاد بالتأكيد، يمكن في 2008 وبالتحديد 6/8/2008 كانت أول ظهور لي على المستوى الإعلامي، وكان كمان يعني أول ظهور أو أول سطوع لقناة النادي الأهلي. في البداية بشكر كل الناس اللي موجودة في الوقت الحالي أو القائمين على القناة. سعيد جدا وفخور جدا بوجودي في بيتي ومكاني وجزء كبير جدا من حياتي. يعني سعيد جدا بالناس اللي موجودة، سعيد جدا بالناس اللي حواليا، سعيد جدا 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 إن أنا موجود معاكم، وفخور في نفس الوقت. بشكر مرة تانية كل القائمين على القناة، وأتمنى يا رب إن احنا نعمل حاجة تليق في البداية باسم وكانة النادي الأهلي. هنبقى موجودين مع بعض على مدار الموسم، كل المباريات اللي موجودة في الموسم، كل المباريات اللي موجودة في الدوري، كل الأسابيع اللي في الدوري هنغطيها ونتكلم فيها. هنتكلم كتير جدا بإحساسنا، وهنتكلم كتير جدا باللي جوانا. هنحضر بالتأكيد، لأن ده طبيعة الشغل، هنحضر لحاجات، هنحاول إن احنا نجيب لكم حاجات كتير جدا تفيدكم وتبقى إضافة بالنسبة لنا وإضافة كمان ليكم. لكن إحساسنا هو اللي هيبقى طابع علينا، الكلام اللي جوانا هنقوله بالتأكيد. العصور بتتغير لكن الثوابت ما بتتغيرش أبدا. سنة جديدة ودوري الرقم 60، الدوري الرقم أو الهدف رقم 41 بالنسبة للنادي الأهلي، يفتح ذراعيه للبطل المعتاد بالنسبة له اللي هو النادي الأهلي. وليه لأ، وهو البطل الحقيقي بالنسبة له، وهو البطل الرسمي بالنسبة له، والدوري يعني أكنه بيقام بالنسبة للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي كالبطولة المحببة إليه. كلام كتير، وأتمنى أن احنا نخوض فيه مع حضراتكم، وأتمنى يا رب بإذن الله زي ما قلت لحضراتكم أن احنا مع بعض نكون على تواصل دائم. هي سنة جديدة وسنة سعيدة بإذن الله على كل الأهلوية، سنة سعيدة على كل الجماهير الأهلوية. أتمنى يا رب إن شاء الرحمن أن احنا كمان نعمل حاجة كويسة تليق زي ما قلت بالنادي الأهلي. سنة سعيدة لكل جماهير النادي الأهلي، سنة سعيدة لكل لاعبين النادي الأهلي والجهاز الفني ومجلس الإدارة وكل القائمين وكل المنظومة. سنة سعيدة على قناة النادي الأهلي. زي ما قلت وبديت في الأول، النادي الأهلي بالنسبة للجميع وبالنسبة لكل محبين النادي الأهلي مش شيء عادي وشيء تقليدي. يعني يمكن إحساسك بيه، تشجيعك ليه، مش حاجة أنت بتقضيها وخلاص، ده حياة بالنسبة لك. يعني النادي الأهلي هو انتمائك، النادي الأهلي هو جزء كبير جدا من حياتك. في ناس كتيرة بتعتبر النادي الأهلي يعني زي بيتها بالظبط، أو بتدافع عليه زي بيتها بالظبط. الكلام كتير هيبقى النهاردة، الاستعدادات كتيرة، التحضير كتير ما شاء الله. يعني في حاجات كتيرة جدا، يمكن من آخر مرة زرت القناة أو كلمت في القناة أو حضرت في القناة لا اختلافات كتيرة قوي. أتمنى يا رب أن احنا نعمل حاجة فيها ونساعد أن نكون ضمن المنظومة اللي تعمل حاجة تليق بمكانة واسم النادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي. العمل الجماعي أو العيلة الواحدة أكثر ما بتميز النادي الأهلي هو العمل الجماعي، لكل واحد دوره ولكل واحد اختصاصه، لكن كل واحد كمان مسؤولية كاملة عن أي حاجة بيقدمها. مش عايز أتكلم في المقدمة كتير لأن في حاجات عايز أتكلم معاكم فيها ورسائل عايز أقولها في البداية قبل ما نستعرض الأسبوع الأول واليوم الأول لبطولة الدوري. لكن بقول كل سنة وانتم طيبين لكل جمهور النادي الأهلي، بقول لكل جمهور النادي الأهلي خليك فخور، خليك مساند لناديك، خليك متأكد من الثوابت اللي أنا ذكرتها، وتذكر دايما أن كل العاملين في النادي الأهلي وكل القائمين في النادي الأهلي يسعدهم أن أنت تكون مبسوط، بيشتغلوا أن أنت تكون مبسوط وكمان تفتخر بناديك لسبب أعتقد أن هو بالنسبة لك أنت مهم وبالنسبة لغيرك مهم، هي بطولة الدوري وبطولات أخرى. هو هدف من ضمن الأهداف بطولة الدوري، لكن مش حلم. الحلم أن ممكن يبقى فيه صعب تحقيقه، الحلم أن أنت ما بيتكررش كتير، لكن البطولة المعتادة هي بطولة الدوري، هي هدف من ضمن الأهداف. عشان كده بقول لكل جمهور النادي الأهلي خليك فخور بناديك. الحلم اللي بينتظره الجميع غير النادي الأهلي أو بيستناه الجميع أو بيشتغل عليه الجميع غير جماهير النادي الأهلي هو كان واقع بالنسبة لك من 40 سنة. يعني الحلم في 2019 لكل المنتمين غير النادي الأهلي، حلم سنة 2019 هو كان واقع بالنسبة لجماهير النادي الأهلي من 40 سنة. 7 أبطال لبطولة الدوري المصري، 7 أبطال النادي الأهلي، 40 بطولة، الزمالك 12 بطولة، الإسماعيلي 3 بطولات، الترسانة بطولة، الأولمبي بطولة، والمقاولين بطولة، وغزل المحلة بطولة. 7 أبطال لكن أعظمهم الأهلي.
بكم مره ثانيه، وزي ما قلت وبدات في اول مباريات الدوري النهارده اللي هشهد في بعض المباراتين الاتحاد والمقاولين العرب وبعدين الزمالك وبتروجيت او بتروجيت والزمالك. من غير تحضير ومن غير كلام كتير، والواحد بيحب يسترسل معاكم في الكلام، يمكن زي ما انا قلت العصوب بتتغير والثوابت هي اللي ما بتتغيرش، في لكل عصر بيبقى له بعض الكلمات بتاعته او بعض الفكر كمان بتاعه المناسب ليه، لكن في اوقات بتبقى في ثوابت او في حاجات بتبقى ليها ثوابت ما بتبقاش يعني صعب ان انت تتغير فيها على اساس ان يبقى في دوري قوي، في مسابقه منتظمه، في احداث يعني بتتعامل معاها بكل المنطق وكل العقل وكل الحياديه عشان يبقى في دايما يعني تكافؤ فرص زي ما بيقولوا. عشان كده احنا عايزين دوري قوي، عايزين دوري منتظم، عايزين دوري عادل من الناحيه التحكيميه بشكل كبير جدا. يمكن السنه اللي فاتت او اللي قبلها كان الواحد في اطار المسؤوليه كان في بعض الاوقات ما بيتكلمش براحته كتير، يعني يتحاسب عليه. دلوقتي انت بتتكلم بوجهه نظرك، برايك، باللي انت شايفه، باللي انت شايفه صح. في خبراء هيبقوا موجودين معانا في الامور التحليليه، الامور الفنيه، في خبراء هيبقوا موجودين معانا في الامور التحكيميه، لكن احنا كمان هنبقى مستعدين كل الاستعداد لحاجات فيها مقارنات او فيها تغيير في الاراء او التصريحات او المعاملات او القرارات او الحالات حتى التحكيميه، وده مش عيب. يعني بس اللي عايز اقوله حتى اي مسؤول موجود في اي حته موجوده في مصر او اي حته موجوده في العالم كله، يعني النقد شيء موجود او شيء طبيعي جدا، لكن اسلوب النقد ممكن اتفق واختلف معاك ان هو ممكن يبقى جارح او ممكن يبقى يعني في تجاوز ولا حاجه تتعامل معاه، لكن طالما في نقد تعامل معاه بهدوء بدون اي عصبيه. هيبقى معانا ارشيف كده لكل المباريات، هيبقى معانا ارشيف حتى للحالات التحكيميه، هنبقى مستعدين للمقارنات، ده وضع طبيعي جدا على اساس ان يبقى كل المشاهدين او كل المتابعين عندهم الموضوع هنا اتعمل كده ليه وهنا اتعمل بشكل تاني مختلف ليه، او هنا القرار كان متاخد بشكل معين هنا اختلف ليه القرار، هنا التصريح كان بيتقال بشكل معين هنا التصريح ما بيتقالش ليه بنفس الشكل. كل اللي مستنيينه وكل اللي متاكدين منه وكل اللي احنا واثقين فيه حتى في اتحاد الكوره، بالتاكيد كل المسؤولين في اتحاد الكوره واثقين فيكم وواثقين ان انتوا هتقدموا لنا حاجه كويسه، واثقين في لجنه المسابقات ولجنه الحكام وكل حتى لجنه شؤون اللاعبين. لكن في بعض الجمل هنقف عندها، واحنا يعني مش عايز اقول بنشيل من حد او هنشيل لحد او هنبقى يعني مستعدين بشكل في اهانه لحد، لا قدر الله مش احنا كده خالص، لكن زي ما انا قلت وبدات وباكد ان العصور ثابته، لكن او العصور بتتغير لكن الثوابت هي اللي ثابته، فلازم هتتعامل بالشكل ده، هتتعامل ان انت عايز تجيب حقك ومش عايز اكتر من حقك، عايز تبقى امورك كلها قدام الناس او امورك كلها واضحه قدام الناس بالمقارنات بكل الفرق، انت ما بتلعبش لوحدك يعني. عشان كده بقول لكل جمهور النادي الاهلي، ودي الرساله الاولى، كل جمهور النادي الاهلي، الدوري مختلف عن الكاس، مختلف عن السوبر، مختلف حتى عن بطوله افريقيا، يمكن الشبيهه ليه بطوله افريقيا من حيث المرور الزمني او الفتره الزمنيه، يعني بتمر بحاجات كتير، بتمر بمستوى كويس او نتائج كويسه، بتمر بمستوى اقل شويه ونتائج مختلفه او نتائج متغيره او نتائج ما تبقاش انت اللي منتظرها يعني، وده وضع طبيعي جدا. فما تبقاش انت عامل ضغوط على لعبتك، الضغوط من كذا اتجاه، يعني ممكن تبقى في ضغوط على السوشيال ميديا مثلا، ممكن تبقى ضغوط يعني في مكالمات تليفونيه، ممكن تبقى ضغوط حتى في الشارع. الفرقه اللي موجوده في النادي الاهلي في الوقت الحالي هي فرقه كويسه بالتاكيد، وفرقه هايله، وفرقه معاها جهاز فني محترم، ومعاها جهاز فني عنده خبرات في التعامل مع كل البطولات وخد بطولات افريقيا، فوضع طبيعي جدا ان هو يتعامل مع كل المواقف. لكن دايما انت تمثل، ما تمثلش الضغط على لعيبتك، ما تمثلش الضغط على جهازك الفني، خليك واثق في اللعيبه، خليك واثق في الجهاز الفني، ما يبقاش دايما في ضغوط على جهازك الفني وعلى النادي بتاعك. كل القائمين بقى على البطوله اتحاد كوره، انا قلت ان انا بثق فيهم وبثق في اشخاصهم وبثق كمان في تفكيرهم اكيد، لكن كمان لازم تبقى عارف كويس جدا ان بطوله الدوري وبطوله اي بطوله انت
المنظم ليها، انت المسؤول الاساسي وانت المسؤول الرئيسي بالنسبه لنا. يعني في حاجات كتير جدا هنتكلم مع حضراتكم فيها، وفي حاجات كتير جدا هنتناولها، وفي حاجات كتير هننتقدها، ده وضع طبيعي جدا يعني. لكن من غير اي شخصنه ومن غير اي دخول في حاجات شخصيه ما بيننا وما بين اشخاص تانية. فهيبقى عندنا ارشيف، باكد من كده، واتفقنا مع فريق العمل على كده، لكل المباريات، لكل المواقف اللي هتبقى موجوده في المباريات. وهنعمل اكيد مقارنات في حالات كتير جدا. المقارنات دي بقى في القرارات، في التصريحات، في القرارات التحكيميه او الحاجات الخاصه بالامور التحكيميه، هيبقى عندنا ده، وهنتكلم فيه مع حضراتكم، وهنتكلم فيه بالصوت والصوره مع كل المشاهدين. يعني زي ما قلت واتكلمت في البدايه، يعني كل الحاجات، الرسائل اللي عايز اقولها بداتها بان جماهير النادي الاهلي، برساله لكل لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني. بالتاكيد هو موسم طويل جدا وموسم شاق، لانه مضغوط في البطولات، مش مساله المباريات وبس والفتره الزمنيه اللي ما بين المباريات، لا ده كمان انت بتتكلم على بطولات كتير. عندك البطوله الافريقيه، عندك البطوله العربيه، عندك بطولات محليه، الدوري، الكاس، السوبر، فممكن ربنا يكرم ان شاء الله الرحمن كمان ونروح للسوبر الافريقي، ونروح كمان لكاس العالم للانديه. عندك كمان بطولة أفريقيا السنة دي مختلفة شوية، فداخلة في الموسم، فعندك ضغط مباريات كتير جدا جدا جدا. كل اللي عايز أقوله للعيبة والجهاز الفني، بالتأكيد أنتوا بتشتغلوا على أكمل وجه وعايزين حاجة كويسة جدا، لكن برضو زي ما الجمهور ممكن يبقى فيه عامل ضغط على اللعيبة، وممكن يبقى بيأثر تأثير مناسب في وقت معين مثلا. مساندكم وموجود معاكم على الحلوه والمره، وموجود معاكم في كل المواقف، وموجود معاكم في كل الاوقات. فانتوا وراكم مسؤوليه كبيره جدا السنه دي تحديدا، يمكن في موسم 2019 دخلوا متغيرات كتير هنتكلم فيها في بعض او في وقتها او في حينها، يعني دخلوا متغيرات كتير. فانتوا عندكم مسؤوليه كبيره جدا ومسؤوليه عظيمه جدا جدا، بتتمثل ان وراكم يعني جمهور عظيم اسمه جمهور النادي الاهلي. فانت ما بتشتغلش لنفسك، انت ما بتشتغلش حاجه فرديه، انت بتشتغل عشان مش مجموعه، بتشتغل على جمهور يمثل حوالي 60 مليون اهلاوي او 70 مليون اهلاوي من اصل 90، لان في 10 ولا حاجه ممكن يبقوا خارج القطر المصري، وبرضه هتلاقيهم فيهم اهلاويه. عندكم مشجعين ومتابعين في كل مكان في العالم، مش في الوطن العربي بس ولا الشرق الاوسط بس. يمكن انا هكلم في مره من المرات، كنت بحضر لمباراة في أفريقيا، وكان معايا نائب رئيس النادي، وقال لي حرفيا كده، يعني قال لي انتوا في مصر ليه بتقولوا فلان وفلان، او النادي الفلاني والنادي الفلاني؟ في فرق كبير جدا جدا ما بين النادي الأهلي واي نادي موجود في الساحة المصرية او العربية او حتى الإفريقية. فانا بتكتر في الكلام في الجزئية ديت، لان هي الأساس، هي المنبع، او هي الهدف. لو انت عندك مسؤولية وعندك يعني شخصية تقدر انها تفكر بشكل اللي يبقى فيه ضغوط او فيه قرار لازم يتاخد، تتفكر بشكل ايجابي، اعتقد انت هتنجح 100%. والانتماء نوعين، الانتماء من وجهة نظري نوعين، الانتماء ان شخص يكون رباك وعلمك، وشخص يكون بيعطيك او بيديك فلوس. فاعتقد ان كل المنتمين للنادي الاهلي هو من الفصيل الاول، اللي هو تربى وتعلم من النادي الاهلي، فعشان كده بيجي الانتماء. فالانتماء من وجهه نظري كتير يختلف او يتفق معايا، هو نوعين، يا شخص رباك وعلمك، ممكن يبقى اهلك، ممكن يبقى المدرس بتاعك، ممكن يبقى النادي بتاعك، يا شخص بيديك فلوس فتقدر تسير الحياه، ومن هنا ممكن يبقى انتمائك ليه. يا رب احنا نكون من الفصيل الاول. البطوله رقم 60، البطوله زي ما انتوا شفتوا وتابعتوا، يعني بالتاكيد تاريخ من ذهب لكل المصريين يفتخروا بيه، مش الاهلاويه بالتاكيد بس، يعني كل مصري يفتخر بالدوري المصري، هو الاقدم على المستوى العربي، هو الاقدم على المستوى
الإفريقي أو من أقدم الدوريات على المستوى الإفريقي، متعة ما بعدها متعة. في مواسم كتير جدا كان بيبقى فيها منافسة شديدة جدا وما بتتقاس أو ما بتتحسمش غير في اللحظات الأخيرة، لكن تبقى بالتأكيد هي الأهداف هي المتعة الحقيقية لكل المباريات، سواء كان على مستوى البطولات المحلية أو حتى العالمية، وكان بالتأكيد آخر حاجة شفناها كانت بطولة كأس العالم. الدوزوي اسم كبير جدا جدا في عالم كرة القدم، وأول هداف للبطولة مع محمد دياب العطار، الاثنين تقاسموا لقب الهداف في أولى مبارياته أو أولى آسف مواسمه سنة 48، والدوزوي اللي لعب للمصري والأهلي خد الهداف بعد كده موسم 49 وموسم 50، موسم 49 50 وموسم 50 51، ودكتور طارق الأدور بالتأكيد هيبقى يقول لنا كل الحاجات الخاصة في الفقرة بعد كده اللي جاية إن شاء الله، ويعقبها الاستوديو التحليلي. كل الهدافين اللي موجودة على مدار العصور هشرح لكم أو هسرد لكم بعض الأسماء كده. أحمد مكاوي في موسم 52-53 كان ب 12 هدف، وكابتن محمود الخطيب كان في موسم 77-78 وموسم 80-81، محمد رمضان 90-91، حسام حسن 98-99، أحمد بلال موسم 2002-2003، أنا بتكلم على كل اللعب وطبعا بشيرت النادي الأهلي، عماد متعب القناص موسم 2004-2005 كأصغر الهدافين في تاريخ البطولة، أبو تريكة كمان في موسم 2006-2007 مع فلافيو، وأخيرا كان وليد أزارو في الموسم الأخير. نادي المئة للدوري الممتاز كان في 7 لعيبة، حسن الشاذلي الكابتن الكبير ونجم الترسانة الكبير بالتأكيد 187 هدف، حسام حسن 168 هدف، مصطفى رياض 123 هدف مع حفظ الألقاب للجميع، الدوزوي 114، الخطيب 108، أحمد الكاس 107، ومحمد أبو تريكة 106 هدف. كل دول الهدافين الدوري وكل دول اللي صاحبوا أو أحرزوا لقب الهداف وتعدوا المئة بعدد كبير من الأرقام، كل دول شفناهم وشاهدناهم وهنشوف في خلال التقرير اللي جاي بإذن الله عن هدافي الدوري، ونرجع نكمل لحضراتكم أشياء كتيرة خاصة بالبطولة المحببة والبطولة الأم للدوري المصري، بطولة الدوري العام موسم 2018-2019. شهدت بطولة الدوري نبوغ عدد هائل من النجوم الكبار الذين تمتعوا بمهارات خاصة، لكن كرة القدم دائما ما تتوقف أمام أصحاب اللمسة الأخيرة وعشاق الشباك، لذلك حصل عدد كبير من الهدافين على مكانة خاصة في تاريخ البطولة. ماشي الخطيب هو سعيد وبشو الكرة يلا وبتحلو حسن حسن جول جميل حلوة 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 أبو تريكة على طول بيسدد وجول جول بالفعل عملها. في النسخة الأولى للدوري وجد الهداف القدير السيد الضفوي منافسة حامية من زميله محمد دياب العطار الشهير بالديبة نجم الاتحاد السكندري للحصول على لقب الهداف، حتى تقاسم الجائزة في النهاية برصيد 15 هدفا لكل منهما، لكن الضفوي الذي لعب للمصري والأهلي نجح في احتكار اللقب في الموسمين التاليين بمفرده قبل أن يفوز أحمد مكاوي نجم الأهلي بصدارة الهدافين موسم 52-53 برصيد 12 هدف. خلال كل هذه السنوات الطويلة نجح عدد من نجوم الأهلي في حصد اللقب أيضا، مثل سيد صالح موسم 55-56، ثم الضضوي بقميص الأهلي موسم 58-59، نال النجم الكبير محمود الخطيب لقب كبير الهدافين موسم 77-78، ثم في موسم 80-81، ثم محمد رمضان موسم 90-91، حسام حسن موسم 98-99، أحمد بلال موسم 2002-2003، قبل أن يحقق عماد متعب قناص الأهلي إنجازا فريدا بالحصول على لقب الهداف موسم 2004-2005 ليكون أصغر الهدافين في تاريخ البطولة. نال أبو تريكة اللقب الغالي في الموسم التالي
قبل أن يحقق فلافيو نفس الإنجاز موسم 2006-2007، وأخيرا الهداف المغربي وليد أزارو الذي حصل على اللقب في الموسم الماضي. بلال وبيحرجم على واحدة وجاب جول عرض الملعب وعماد، يا خبر أبيض، وليد أزارو خطير، وليد أزارو جول. سجل الهدافين في بطولة الدوري يكشف أيضا عن أرقام مهمة، لعل من أبرزها تلك القائمة الذهبية التي تضم 7 لاعبين فقط هم أعضاء نادي 100 الذين نجحوا في تخطي حاجز 100 هدف عبر تاريخ البطولة، على رأسهم الهداف الخطير حسن الشاذلي نجم الترسانة برصيد 187 هدف، حسام حسن برصيد 168 هدف، وقد سجلهم بقمصان 4 أندية هي الأهلي والزمالك والترسانة والمصري. مصطفى رياض مهاجم الترسانة برصيد 123 هدف، الضضوي نجم المصري والأهلي برصيد 114 هدف، محمود الخطيب برصيد 108 أهداف سجلهم جميعا بقميص الأهلي. أحمد الكاس الذي لعب للأولمبي والزمالك والاتحاد سجل 107 أهداف، وأخيرا محمد أبو تريكة الذي سجل 106 أهداف منهم 27 هدفا مع الترسانة و79 هدفا مع الأهلي. الدوري الجديد ده هيحمل اسم واحد من نجوم اللعبة، واحد من الناس المميزة جدا جدا على المستوى الإداري وعلى مستوى كمان رئاسته لنادي الأولمبي، وكان كمان رئيس نادي أو رئيس اتحاد الكرة بالتعيين كابتن إبراهيم الجويني. اتحاد الكرة في اللقطات الأخيرة أو المشاهد الأخيرة أو السنوات الأخيرة يعني بيدي اسم لبطولة الدوري، زي السنة اللي فاتت ما ادى لقب أو اسم الدوري لكابتن سمير زاهر الله يرحمه، السنة دي كمان بيطلق على اسم إبراهيم الجويني على بطولة 2018-2019. دي حاجة كويسة، مش حاجة وحشة، دي حاجة هايلة يعني يكون ان يبقى فيه حاجات كده للرموز بتبقى حاجة جميلة. لكن اتمنى ان الناس تكرم وهي عايشة مش بعد ما بتموت. اتمنى الناس اللي هي اللي عاملة حاجة او عملت حاجة في خلال مشوارها او تاريخها او تواجدها في ناديها في اتحاد الكورة، حد حب حاجة معينة أو حاجة صاحب فكرة تطورت بعد كده وبقت حاجة جميلة أو حاجة ما تستغناش عنها، أتمنى أن يبقى يتم تكريمه وهو عايش. لكن إبراهيم الجويني واحد من أساطير كرة القدم، واحد من الناس اللي لعبت لنادي الأولمبي وكان إداري في نادي الأولمبي وكان رئيس نادي الأولمبي وكان رئيس اتحاد الكرة بالتعيين، واحد من الناس شاركت وساهمت في بطولة الدوري، البطولة الوحيدة اللي خدها نادي الأولمبي، واحد كمان من الناس اللي علقت على مباريات الأهلي والزمالك عدد كبير جدا جدا من المباريات لما كان فيها حيادية، لما كان بيبقى فيه حيادية فعلا ما بين الأهلي والزمالك، كان ده واحد من النجوم اللي شاركت أو كان ليها بصمة أو كان ليها تواجد في مباريات الأهلي والزمالك، كان بيعلق بمنتهى الحيادية، ما كنتش تعرف انتمائه ماشي إزاي، على عكس مثلا الأيام اللي احنا فيها ناس كتير قوي معها سقوق الحيادية ومعها سقوق حاجات كتير جدا خاصة بالمنظومة الرياضية. على العموم دوري 2018-2019 يحمل اسم الكابتن الكبير إبراهيم الجويني. سيداتي أنساب سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما يوم لشريف محمد عبد مختار ماشي بتلعب لزكريا ناصر ابراهيم مين جاب ده؟ جول! الجول الاول للنادي الاهلي. ناصر ابراهيم بيلعبها عمليه والعرض رضا اكرامي، يطلع اكرامي بيقض على الكوره زي صار قدام عدد واحد. أطلق الاتحاد المصري لكرة القدم اسم النجم الراحل إبراهيم الجويني على مسابقة الدوري العام في موسمها الجديد 2018-2019، وذلك بعدما فارق الجويني الحياة منذ أقل من شهر على أثر مشوار طويل مع الرياضة وكرة القدم. لعب على طول، يقطع حمد عبد الغني، توصل مختار ماشي، تلعب لزكريا ناصر، مين جاب ده؟ جول! الجول الأول للنادي الأهلي.
سيكون حدثا هام أن يتنافس نجوم الكرة المصرية هذا العام على بطولة الدوري، ويتحمل اسم أحد أهم رموز أعلامها، حيث كان الجويني رمزا للكرة المصرية. لقد منحها كل شيء، فأعطته حبا جارفا من الجماهير التي تعلقت به بعد تألقه كمعلق صاحب مدرسة فريدة. سيداتي أنساء سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من استاد القاهرة يسعدني أنقل لكم مباراة القمة، قمة الكرة المصرية بين نادي الأهلي والزمالك. حصل الجويني على بطولة الدوري مع الأولمبي السكندري عام 66، اتجه للعمل الإداري محققا نجاحات كبيرة. وقد شغل الجويني العديد من المناصب حتى تولى رئاسة اتحاد الكرة بالتعيين. قد كان مراقبا شهيرا للمباريات الدولية التابعة للاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم. حصل الجويني في 2004 على وسام الاستحقاق الذهبي من الفيفا كواحد من أهم أساطير اللعبة في القارة السمراء. على ميهوب لعب على طول ضرب من حسن شحاتة، بيعليها حسن شحاتة، لعب الورا، يا سلام، عادل عبد الواحد دماغه وتطلع بولا شوبير زوتها. برافو يا أحمد، برافو يا أحمد. كان الجويني رمزا للأخلاق الرياضية، عاشقا للساحرة المستديرة، ظل متمسكا بالأخلاق والالتزام قبل الرغبة في الفوز والانتصار. في رسالة لكل لاعبي مصر بأن الأخلاق يجب أن تكون دوما قبل كل شيء. من استاد القاهرة يسعدني أنقل لكم مباراة القمة، قمة الكرة المصرية بين نادي الأهلي والزمالك. الدوري 18 النادي بالتأكيد، في فرق بتنافس وفي فرق بتصارع على الهبوط، وكل واحد بيبقى له هدف معين. زي ما قلت في البداية ان كل واحد بيبقى له في كل موسم كده اهداف. في فرقة بتبقى المطلوب انها تاخد البطولة، ما فيهاش كلام، ما فيهاش نقاش، ما بتختارش او ما بترضاش غير بالمركز الاول. وفي فرق بيبقى هدفها مجلس ادارتها، الناس القائمين عليها، بيبقى هدفها انها تكون موجودة في المربع الذهبي. في ناس كمان بتبقى هدفها انها تكون في وسط الجدول، لا هي هنا ولا هي هنا. وفي ناس كمان بتبقى عارفة انها من البداية هتسارع على الهبوط، لكن يهمها انها تفضل في الدوري المصري. هو موسم ساخن بالتأكيد، وتحديدا الموسم اللي احنا فيه ده، وتحديدا موسم 2018-2019، لانه فيه متغيرات ومتغيرات مهمة، وحاجات تسويقية او حاجات رقمية عليت قوي، وعليت بالدوري المصري. كل المشاهدين وكل الوطن العربي، مش عايز اقول المصري بس، مش ببالغ ان انا اقول كل الجماهير اللي في مصر بس او كل الجماهير المصرية، لا، بل الجماهير العربية كمان منتظرة موسم 2018-2019. عشان كده هنشوف معلومات عن الفرق المصرية او فرق جدول الدوري المصري، والقيمة التسويقية اللي موجودة في كل الاندية، وكمان اكبر اللاعبين سنا، فهيالي 10 او 11 واحد معديين 35 سنة. فهنشوفهم مع بعض ونتكلم مع بعض عليهم. أولاهم طبعا أو أولهم النادي الأهلي 1907، تاريخ التأسيس وعدد البطولات والمدير الفني كارتيريون. طبعا ده المدرب، المدير الفني الفرنسي للنادي الأهلي، واللي خد بطولة أفريقيا مع مازيمبي لو تتذكروا حضراتكم. واحد من الناس اللي موجودة في الدوري المصري والبطولات المحلية، ويعرف كتير جدا عن البطولة المصرية دي. كانت النادي الأهلي في تأسيسه 1907، عدد البطولات 40 بطولة من أصل 59. أنا مش عارف تجاوبيني النتائج إيه أنتم. اوكي، انتوا كويسين. تاريخ الفرق بالاسماعيلي، الاسماعيلي 1924، عدد البطولات 3. خير الدين مدوي ده طبعا المدير الفني الجزائري، وهو طبعا واحد من الناس اللي لها خبرات كتيره جدا حتى في الكره الافريقيه، وكان واحد من الناس اللي حققت
بطولات على مستوى المحلي الجزائري، واللي وصلت لنهائي افريقيا لو تتذكروا، ان لم تخن الذاكره موسم 2000 او موسم 2014 تحديدا يعني قدام مازيمبي، ان لم تخن الذاكره الزمالك 1911 12 بطوله دوري عام. جروس هو طبعا المدير الفني لنادي الزمالك واللي هيخوض اولى مبارياته مع نادي الزمالك النهارده امام بتروجيت. المصري 1920 حسام حسن هو المدير الفني بلا القاب للدوري المصري. حرس الحدود 1950 ده تاريخ التاسيس، عماد سليمان هو المدير الفني. سموحه 1949 المدير الفني هو علي ماهر. الجونه 2003 هشام عزمي هو المدير، او هشام زكريا اسف هو المدير الفني. الداخليه موسم 2005 المدير الفني هو علاء عبد العال. مصر المقصه 1988 طلعت يوسف هو المدير الفني. مصر المقاصة اعتقد ان 1998، مش عارف هل المعلومة صح ولا غلط. اوكي كان اسمه هويدي مظبوط. وادي دجلة تاريخ التأسيس 2002، يونيس ده المدير الفني اليوناني لوادي دجلة. المقاولين العرب 1973 والمدير الفني هو علاء نبيل وعنده بطولة دوري. الاتحاد السكندري 1914 من أقدم الأندية وأعرق الأندية بالتأكيد، ونادي محبب جدا جدا لكل الأهلوية هو نادي الاتحاد السكندري. المدير الفني هو كابتن محمد عمر. إنبي 1985 خالد متولي هو المدير الفني. طلاع الجيش 1995 محمد حلمي هو المدير الفني. بتروجيت 1980 المدير الفني هو طارق يحيى. الانتاج الحربي 2004 كابتن مختار مختار هو المدير الفني. بيراميدز 2008 ده المدير الفني البرازيلي، لسه هنجيب اسمه، فالنتينو ده المدير الفني. والاسيوطي سابقا بالتاكيد. نجوم المستقبل تاريخ التاسيس 2006، ولحد دلوقتي ما تمش تعيين مدير فني، وده من نوادر الدوري المصري اللي ممكن ما تلاقوهاش غير عندنا هنا في مصر. طبعا كان ماسكه كابتن محمد صلاح في البدايه، وبعدين مسكه كابتن ضياء السيد، وبعدين كابتن عماد النحاس لمده يوم واحد، ولحد دلوقتي لم يستقروا على مدير فني. والبطوله هتتلعب النهارده او هتبدا النهارده. اكبر اللاعبين سنا في الدوري المصري 45 سنه هو عمر عصام الحضري، كواحد أو أكبر واحد لعب في تاريخ كرة في مصر لحد السن ده، ربنا يديله الصحة، كابتن عصام الحضري في نادي الإسماعيلي. محمد عبد المنصف و 41 سنة بيلعب في نادي وادي دجلة السنة دي. أحمد سعيد نجوم المستقبل 39 سنة. أحمد سعد 39 سنة نجوم المستقبل. أحمد عيد عبد الملك 38 سنة في الجونة السنة دي. رشاد توفيق 38 سنة في الداخلية، أو رشاد فاروق 38 سنة. هاني سعيد 38 سنة في المقصة. محمد صبحي 36 سنة الداخلية. حمادة طلبة 36 سنة بيراميدز. ومحمود فتح الله 36 سنة في نجوم المستقبل. وأخيرا صلاح أمين 36 سنة في نجوم المستقبل. يبقى دول العشرة اللي عدوا سنهم ال 36 أو ال 35 سنة: عصام الحضري، محمد عبد المنصف، أحمد سعد، أحمد عيد عبد الملك، رشاد فاروق، وهاني سعيد، ومحمد صبحي، وحمادة طلبة، ومحمود فتح الله، وصلاح أمين. يبقى القيمة التسويقية على حسب ما ذكرها موقع ترانسفير العالمي ب 140 مليون يورو، دي القيمة التسويقية للدوري المصري على حسب ما ذكره موقع ترانسفير العالمي. وأولهم ويتصدرهم النادي الأهلي كقيمة تسويقية ب 24 مليون يورو و8 من عشرة. بيراميدز 23.3 من عشرة. الزمالك 22.2 من عشرة. الإسماعيلي 7.3 من عشرة. المقصة 7.2 من عشرة. والمصري 6.4 من عشرة. وأخيرا سموحة 6.1 من عشرة مليون يورو. عايز أوضح حاجة بس مهمة جدا الناس تبقى فاهمها، هي القيمة التسويقية هي قيمة اللعيبة اللي موجودة، مش القيمة المباع بيها اللاعب. يعني بمعنى أدق إن أنت ممكن تشتري بعدد كبير جدا من الفلوس، لكن القيمة التسويقية اللي المفروض يتباع بيه اللاعب ده اللي موجود عندك في الوقت الحالي، أو عدد اللعيبة اللي موجود عندك في الوقت الحالي، يتصدرها النادي الأهلي ب 24 مليون يورو و8
من 10. طيب اتكلمنا على الانديه واتكلمنا على القيمه التسويقيه واتكلمنا كمان على اكبر اللاعبين سنا. لازم تعرفوا وتتاكدوا ان هو موسم هيبقى قوي، موسم مش سهل خالص، موسم الناس كلها منتظراه، الناس كلها مستنياه، موسم محتاج المتابعه عشان تحكم عليه صح، عشان تتكلم كلام مظبوط، عشان يبقى كلامك طالع زي ما الميزان بيقول او زي ما الكتاب بيقول. لازم تشوفه في تجارب جديده في الدوري المصري، فعايزين نتفرج عليها الاول عشان نحكم عليها. ممكن يبقى في فرقه كويسه لكن مقاومه البطوله ما تبقاش عندها، يعني في فرقه كويسه لعيبه كويسه يعني كفرقه جماعيه كويسه، لكن على مدار البطوله زي ما انا قلت كده عدد من المباريات كتير بدوافع مختلفه بايام مختلفه باستقرار مختلف او استقرار ثابت، يعني بيدخل لها حاجات كتير كده بتبقى مستجده، التعامل معاها هيبقى ازاي؟ عشان كده محتاجين نشوف التجربه السنه دي في 2018 2019. لكن مفيش شك ان هو موسم قوي جدا، مفيش شك ان احداثه هتبقى سخنه جدا، مفيش شك ان في احداث داخل الملعب وخارج الملعب هتبقى مولعه جدا، انا متاكد من ده. عشان كده بقول هنا في ملعب الاهلي وخلال تواجدنا هنرصد كل حاجه، هنتكلم في كل حاجه، هنقارن بكل حاجه بالصوت والصوره، وهنشوف المشهد هنا اتعاملنا ازاي، والمشهد ده اتعاملنا ازاي، والمشهد ده كان القرار ازاي، والمشهد ده كان قرار ازاي. وربنا يجعل كلامنا خفيف على كابتن عصام عبد الفتاح. مساء الفل مره ثانيه. يمكن الارقام ما بتكذبش، وانا من هوات الارقام جدا، والرقم اللي بيتكرر ما تقدرش تتكلم فيه، يعني ما لو واحد قاعد يجادلك والارقامك انت بتتحقق وبتتكرر يعني سيبك منه، لكن لو واحد قال لك ملحوظه والملحوظه دي واحد قال لك عليها مره ثانيه وثالثه ورابعه يبقى لازم تفكر في نفسك. عشان كده يعني مع لغه الارقام والدكتور طارق الادور، واحد من الناس اللي انا بحترمهم جدا وبقدرهم جدا، مش مساله لشخص وخلاص كمان او لشخص بس، طبعا دي حاجه مفروغ منها، لكن كمان لعقليته وموهبته وكلامه وطريقته في اداره اي مناقشه او اداره اي ارقام بيستدل بيها او بيقولها. يعني بعد الفاصل مع دكتور طارق الادور وكلام كتير على الدوري المصري وارقام كتيره جدا، وهو بيقول لي ان في خمس حاجات انا قلتهم كلهم في ارقام في المقدمه كانت غلط، هنتناقش مع بعض فيها ونرجع من جديد بعد الفاصل اللي جاي مع دكتور طارق الادور وموسم 2018 2019. فقرة مهمة جدا بالنسبة لي، بحبها جدا طول عمري، حتى في شغلي الخاص كده بحب دايما لغة الأرقام، الأرقام المتكررة أو الأرقام اللي تبني عليها، لازم تدي لك مدلول مهم جدا ممكن تمشي عليه ويساعدك كمان على النجاح. عشان كده معايا ويشرفني بالتأكيد دكتور طارق الأدور. مساء الفل. أهلا بك يا ابن سيد، وأنا سعيد أكون معاك ومع جماهير الكرة المصرية كلها النهاردة. طيب آخد بس واحدة نسكافيه وبعدين أقول لك. قلت لي إن أنا عندي خمس غلطات، إديني. لا مش غلطات، هو بص خلينا نتفق على حاجه. اتفضل. الاحصاء لغه حديثه العهد بالكره المصريه. يعني لما انا بدات حياتي الصحفيه كده كنت لسه طالب في الكليه وكنت بشتغل في جريده الجمهوريه وكنت بنزل احصاءات وقتها. كان الاحصاءات هي مجهودك انت بس. مفيش اي جهه بتوثق، ولا اتحاد الكره عنده بيانات، ولا اي جهه عندها بيانات. تمام. فبدأت من فترة الثمانينات ديت اللي كنت لسه حديث العهد بالإعلام والصحافة إن أنا أعمل داتابيز إحصائيات. الإحصائيات ديت في منها ما هو حديث فتم توثيقه، يعني مثلا على سبيل المثال من الأرقام اللي قلناها أبو تريكة جاب كام جول؟ 106. لو جبتها في كل المصادر، لو جبتها في كل الصحف المصرية اللي نشرت أخبار أبو تريكة في الدوري المصري هتلاقوا 106 جول. إنما كان الخلافات على إيه؟ على الأقدم شوية. الشاذلي 176 جول ولا 187 جول ولا 173 جول، يعني هي الخلافات على الأرقام القديمة. فكان لازم الأرقام القديمة دي تشتغل عليها طبعا. تشتغل على إن الشاذلي ده جاب كام جول،
الخلافات اللي كانت بتحصل بعد ما تم التوثيق وتعبنا فيه سنين، انا مش بتكلم على شخصي، لا ده في ناس كتير جدا مهتمه بالاحصاءات واصدقاء ليا وكان معاهم اركايف خاص بيهم وطلعنا ونقارن الارقام لغايه ما توصل الى الحقيقه. بعد ما وصلنا للحقيقه كان في خلاف على ايه؟ الهدف ده بتاع زي بتاع الخطيب في الاسماعيلي في سنه 80 سجل للخطيب ولا لمدافع الاسماعيلي في مرماه؟ دي نقطة مهمة جدا. الحكام زمان ما كانوش، انت بتعرف تقرير الحكم دلوقتي، لو انا حصل خلاف وحصلت دي كتير قوي في المباريات بتاعت المواسم الأخيرة، ان حكم سجل الهدف للاعب اللي سدد الكورة ولا للاعب المدافع اللي يارت الكورة الكورة اتجاهه وبيه ودخلت مرماه. قبل الفيفا ما يحسمها خلاص. بالظبط. الفيفا حسمها بعد كده. الفيفا حسمها قال لك ايه؟ قال لك الأولوية، ده بعد واقعة أندرياس سكوبر اللاعب الكولومبي الشهير اللي اتقتل طبعا، قال لك لا بقى خلي كلما كان الهدف للاعب اللي مسجله وليس للاعب المنافس في مرماه كلما كان أفضل. ودي بتحصل في كورة جاية داخلة في الجول وغارة اتجاهها. لا تحتسب للمهاجم. ولكن كورة عرضية مش داخلة الجول خالص والمدافع غير اتجاهها ودخلها مرماه، هنا بقى بس تحتسب هدف ذاتي او بنسميه هدف النيران الصديقه او باللغه الانجليزيه اللي هي بقت مشهوره جدا في الشارع الكروي اون جول. فمن هنا الخطيب مثلا له هدفين كان في تردد ما بين ان هم سجلوا للخطيب ولا للمدافع في مرماه. طلع واحد كان للاعب في مرماه وواحد للخطيب نفسه. فالعدد الدقيق بالاحصاء الدقيق للخطيب الاهداف اللي سجلها 109 هدف. أوكي. وليس 108 هدف. لكن هو الخطيب له دور في 110 هدف. هل هو 110 ولا الاثنين اللي جم في مرمى الفريق المنافس دول؟ فواحد منهم سجل للخطيب واحد لم يسجل، فبدل ال 110 بقى 109 وليس 108. تمام. طيب من ضمن الحاجات كان في مش مناقشه، مش عايز اقول مشاده، يعني كان في مع حضرتك وكابتن حسن الشاذلي الله يرحمه يعني على ال 10 اهداف دول كواليسها ايه بقى؟ كواليسها ايه بقى؟ ايام الكابتن حسن الشاذلي رحمه الله عليه وهو من ايقونات الدوري المصري طبعا لا شك طبعا، يعني حتى ان انا يمكن كنت بتكلم جاب 3 اجوان يعني واحد بيعتزل بيجيب 3 اجوان. ده حسن الشاذلي اعتزل موسم 75 76 ساب الكره المصريه خلاص وراح راح بقى شاف شغله وحياته، رجع للترسانه لما لقاه متازم الموقف وهيهبط الى القسم الثاني في موسم 77 78 رجع للدوري المصري وانقذ الترسانه من الهبوط وسجل في فترات ما بعد اعتزاله 12 هدف. انت متخيل؟ فيعني ده حسن الشاذلي. قبل الهوا كنت بقول لك ان الدوري المصري بيتفرد بشويه حاجات، منها ان نادي واحد مهيمن على كل ارقامه القياسيه اللي هو النادي الاهلي الا رقمين او كيانين اللي هم الشاذلي والمصري. انا عارف المصري عشان المصري كسب تقريبا بني سويف 11-0 فده اعلى رقم. انا شايف ان من الصعب ان في الدوريات القادمه ان رقم 11-0 ده يتضرب، اللي هو الرقم بتاع موسم 63-64. العنصر الثاني في الارقام هو الكابتن حسن الشاذلي اللي هو الهداف التاريخي للدوري المصري. سجل كام حسن الشاذلي؟ في اهداف زمان، لان هو اهداف في الستينات والخمسينات ما كانش حد بيوثق الا عدد قليل من اصدقائي، وانا كنت موثق بعض حاجات اللي هو كان قبل بقى ميلاد الالكترونيات والكمبيوتر وكده. فالرقم الصحيح للشاذلي الموثق والمعتمد والسليم تماما 173 هدف. له ثلاث اهداف ثانيه اللي هم كانوا سجلوا للمدافعين في مرماهم. فهو رقمه اللي كان مسجل 176 في مصادر كتير هتلاقي الشاذلي مسجل 176 هدف، لكن الرقم الحقيقي الارقام اللي فعلا الشاذلي سجلت ليه والحكم سجلها في السكور شيت ان هو اللي سجله 173 هدف. فهو ايه، بعض المصادر كانت بعض الاهداف اللي هي ايه مثلا، يعني كنت تلاقي مثلا جريده زي جريده المسا او جريده الجمهوريه ما كانت لسه طالعه وكاتبين مسجلي الاهداف الترسانه جايب 6 وفي ثلاث اهداف، يوم الباقي ده ايه يحطهم للشاذلي. لا هو مش الموضوع كده، لا في مصادر تاريخيه وصحف كانت بتنشر الاخبار وقتها والارقام الدقيقه للاهداف. فالشاذلي ايه المانع يعني؟ اتحاد الكره ما شاء الله عنده موقع محترم بالتاكيد يعني. ايه اللي يمنع ان يبقى في واحد مسؤول عن الحاجات ديت بارقامها يعني؟ هو اتحاد الكره طبعا.
هو المسؤول او هو اللي معاه كل حاجه في الداتا كلها. مظبوط. يعني احنا بنعتمد على الاشخاص. بس ابشرك بحاجه. اتفضل. اتحاد الكره ما عندوش ورقه واحده فيها رقم واحد موثق. تاني بص دي ورقه انا كتبتها كده من وحي مخي كده قبل الوقت. فيها مسجل اهم الارقام اللي هي حدثت في تاريخ الكره المصريه. تاني اتحاد الكره ليس لديه ورقه واحده موثقه لاي شيء. يعني عشان تعرف مثلا الخطيب لعب كام مباراه، انا بكلمك على ايكونز، الشاذلي لعب كام مباراه، مفيش الكلام ده خالص. ده جاب كام هدف، ده جاب كام هدف، كام هدف جم في الدوري حتى الان، الكلام ده غير موجود بالمره ولا ورقه واحده في اتحاد الكوره. طب انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. كتير من الناس، حضرتك ممكن تكون منهم او انا اكون منهم او حد ممكن غيرنا يكون من اللي هقوله ده، بيفرح قوي قوي بتاريخ معين عمله او بحاجه او انجاز عمله او بلقطه او مش او صوره مع حد مهم او صوره مع قياده سياسيه او قياده عسكريه او قياده او نجم كوره او نجم فني، فاهمني حضرتك؟ فبتبقى بالنسبه له تراث شديد جدا، ممكن يموت ويعد عليه زمن بعد موته واحفاده يفتخروا بيها. انت لو جيت النهارده تتكلم على حد زي كابتن حسن الشاذلي مثلا، ممكن يكون ولاده او احفاده عايزين ورقه ان فلان الفلاني هو صاحب اكبر او صاحب الانجاز بعدد معين من الاهداف في تاريخ الكره المصريه مثلا، او فلان اكبر لاعب شارك في بطوله الدوري العام موسم كذا، او اكبر اكتر لاعب حصل على بطوله الدوري، او مش شرط النادي بتاعك هو اللي اديها لك على فكره. مظبوط. فاهمني حاجه انا اقصد ايه؟ يعني الحاجات دي بتبقى مهمه جدا في كتير جدا من الاوقات، وخصوصا لما يتقدم بك الزمن يعني شويه، يعني تبقى عايز اركايف، عايز لنفسك كده تسجل، تحس ان انت عملت حاجه. مظبوط ولا لا؟ مظبوط. على العموم هنتكلم في الحاجات ديت مع كابتن او دكتور طارق الادور بعد الفاصل اللي جاي، وظواهر الدوري الممتاز موسم 2018-2019 الجديد، لكن الظواهر دي كانت قديمه، مع دكتور طارق الادور بعد ظواهر الدوري الممتاز وارقام خاص بها النادي الاهلي، وارقام كتير حققها النادي الاهلي، وارقام تبع متحققات في الدوري الممتاز بشكل عام. اهلا بيكم من جديد. ودكتور طارق الادور، استعرض لنا حاجات ارقام ولا حابب قبل ما تخوض في الارقام تقول لنا حاجه؟ عايز اتكلم بس على الدوري المصري ككيان، كدوري مصري. هو انا قعدت افكر كده في الدوري المصري، وانا طبعا متابع للدوريات العالميه وشفت طبعا دوريات بعض الدوريات العربيه. طبعا الدوري المصري هو اقدم دوري مش في افريقيا، في منطقه الشرق الاوسط، لكن هو ليس اقدم دوري في افريقيا بالمناسبه. يعني الدوري المصري مين أقدم؟ بتاع كونغو الديمقراطيه اللي هي زئير، لما كانت زئير زمان. لما كانت زئير، وهي دوله اتغير اسمها اربع مرات، كونغو ليوبولد، دخل يعني لعبت في كاس الامم باربع مسميات مختلفه، كونغو ليوبولد وكونغو كينشاسا وزئير وجمهوريه الكونغو الديمقراطيه. اربع اسماء. المهم هذه الدوله الموجوده اللي مساحتها اكتر من 2.5 مليون كيلومتر مربع، يعني قد مصر تقريبا مرتين ونص. الاتحاد بتاعها اتأسس قبل الاتحاد المصري سنة 1916. الاتحاد المصري اتأسس 1921. أول عشان مسابقة بس اللي هي منها مازيمبي، يعني مازيمبي. اللي هي منها مازيمبي. في كونغو كينشاسا وفي كونغو برازافيل. برازافيل اللي هي فيها ليبوارز ليوبار. تكون في كأس العالم ده انقذتنا، ده احنا كلنا نبوس على راس دمنبه. ايوه هاتي راسي كمان نبوسها. ايوه طبعا انقذتنا، يعني انقذتنا من هي 34 المركز الأخير بجدارة. طبعا اتفضل. فالدوري المصري ايه اللي بيتفرد بيه؟ مفيش حاجه زيه. واحد، ان الدوري المصري بشكل خاص الان على 40 لقب من اصل 59 منه. النسبه ديت لو تقسم 40 على ال 59 مسابقه اللي اكتملوا تطلع بالظبط 67.7 تقريبا، يعني تكبر الى 68%. 68% من الالقاب بحوزه نادي واحد اللي هو النادي الاهلي، مقابل تقريبا 32% من الألقاب لباقي الأندية. ده غير موجود في أي حتة تانية في العالم، حتى في بعض الأندية اللي هي خدت الدوري أكتر عدد أكبر من المرات من الأهلي بحكم أنها تأسست في السابق. والنادي الأهلي هو سادس نادي يدخل قائمة الأربعين، الأربع نجمات فما فوق، يسبقه
ست انديه فقط هي اللي عملت انجاز اللي هو ايه ال 40 لقب قبل الاهلي، اللي هي طبعا يتقدمه نادي اينوجو رينجرز الاسكتلندي 55 لقب. بس ال 55 لقب منين؟ الدوري الاسكتلندي اول مسابقه منه 1890. يعني عمرها كام؟ يعني قبلك ب 58 سنه. تقريبا 58 سنه، يعني عمره 128 سنه. بينما الدوري المصري الوقتي السنه دي عمره 70 سنه، 70 سنه حسابيا، ولكن 60 سنه 60 سنه اللي هو رقميا، لان في 11 مسابقه لم تكتمل ما بين الغيات ولم تكتمل. فدي نسبه غير موجوده. الانديه اللي سبقت الاهلي اللي هي اينوجو رينجرز 54 لقب، ونادي لينفيلد الايرلندي اللي جاب 52 لقب، ونادي بينارول الاوروغواياني اللي جاب 49 لقب، ونادي سيلتيك الاسكتلندي اللي جاب 48 لقب، ونادي ناسيونال مونتيفيديو الاوروغواياني. على فكره في القايمه دول اثنين من اوروغواي واثنين من اسكتلندا. اوروغواي الدوري بتاعها اتاسس سنه 1903، يعني برضو اقدم منك بكام؟ 45 سنه. فبالتالي نسب فوز هذه الانديه وهي اكتر من النادي الاهلي عدد في عدد الالقاب، 54 لرينجرز، 52 للينفيلد، 49 لبينارول، وسيلتك 48، وناسيونال مونتيفيديو 46، واخيرا اولمبياكوس 44، والدوري اليوناني بدا 1929 قبل ما يبقى السوبر ليج دلوقتي ده قريب. فالنادي الاهلي واخد اكبر نسبه القاب في الدنيا. نمرة اتنين، ان الدوري المصري لم يفز به الا 7 اندية فقط. لما تيجي تقول 7 اندية طبقا للتاريخ، كل الدوريات اللي اقيمت قبل الدوري المصري وبعد الدوري المصري لم يحدث ان في دوري في العالم اقتصر عدد الحاصلين على اللقب على 7 اندية فقط الا الدوري المصري. دي ينفرد بها الدوري المصري في كل انحاء العالم. الدوري المصري السبع انديه يعني هو اقل ولا في ناس في مفيش ناس اقل؟ كل اقل من 7 عدد من الابطال بين كل مصر. دول العالم الدوري المصري دوري طبعا ده. النادي الاهلي وراه الزمالك 12 لقب، وراه الاسماعيلي 3 القاب، ولقب واحد لكل من الترسانه والاولمبي والمحله والاولمبي. طبعا منهم 3 انديه مش موجودين اصلا في الدوري الممتاز دلوقتي، ترسانة والاولمبي والمحله يعني 4 انديه موجوده فقط هم الابطال السابقين موجودين في الدوري المصري. اخر حاجه بقى ينفرد بيها الدوري المصري، ودي بقى ايه احتاجت بحث كبير، شوف كل حتى بقى انا ما تشوفها، حتى تشوف برضو جزر القمر، يعني تشوف كل الدوريات اللي فيها. الدوري المصري هو الدوري الوحيد اللي هيبدا موسمه السابع على التوالي بدون جمهور. اوكي. التجربه دي موجوده وجدت في تونس، وهي الثوره بتاعتها كانت سابقانا ب 12 يوم تقريبا، ثوره تونس سبقت ثوره يناير ب 12 يوم بالظبط. اتلعب الدوري التونسي بدون جماهير قد ايه؟ موسم. اتلعبت بعض مباريات انفراديه كده في الدوريات الاوروبيه بدون جمهور كعقوبه للنادي. منهم مباراة كانت تعليق بيب جوارديولا مانشستر سيتي من حوالي 5 سنين امام ايفرتون، وكانت في مشكلة من جماهير ايفرتون، اتلعبت المباراة بدون جمهور. كان تعليق طريف جدا لبيب جوارديولا، قال لك ارجو الا نلعب هذه اللعبة مرة اخرى. اعتبر ان المباراة كرة القدم اللي بدون جمهور دي لعبة تانية، اسمها بقى ايه؟ اسمها فنكوش، اسمها اي حاجة، بس ما اسمهاش كورة، لانه لا وجود لكرة القدم بدون جمهور. واحنا 7 موسم على التوالي منذ الواقعه هي بتاعت 1 فبراير 2012 بدون مسيد. فطبعا ادي الثلاث حاجات اللي يتفرد بيهم الدوري المصري مش موجودين في اي حته في الدنيا. دي البدايه. طبعا يمكن بضم صوت لصوتك طبعا، ويمكن متعه كره القدم واكثر ناس متأثر بغياب الجمهور هو الأندية الشعبية وتحديدا النادي الأهلي طبعا. وخليني أقول لك يعني بمنتهى الوضوح، يعني العامل الجمهور ده عامل مهم جدا في مقاومات البطل. مقاومات البطولة، يعني في فرقة كويسة لكن ما عندهاش مقاومات البطولة، وفي فرقة عندها مقاومات البطولة، مش بالضرورة تبقى انت صاحب مثلا الرصيد الاكبر او اكبر عقود موجوده عندك ولا حاجه وتاخد البطوله. المقاومات البطوله عده عناصر، مظبوط، عوامل تانية خالص، عدة حسابيه عناصر. منها مثلا على سبيل المثال الجمهور، عدده، الاستقرار الاداري اللي عندك، الاستقرار الفني،
اللعيبة الكويسة وعددهم، خلي بالك ده مهم جدا، عدد اللعيبة المتوافرة بالنسبة لك في موسم طويل، يعني مش لقطة واحدة، مش كاس ولا دو ولا سوبر، فبتكلم في أحداث 24 ساعة وأحداث المباراة هتبقى ماشية ازاي ليك أو عليك، تتكلم على حاجات متغيرات بتحصل في الموسم كتير جدا ما بين إصابات وما بين مستوى وهكذا. فمن الاساسيات والعناصر المهمه جدا في ان انت تحرز بطوله الدوري هي جمهور عنصر. عشان كده انت ايه لما تيجي تقول مثلا تتكلم على مانشستر يونايتد، تتكلم على برشلونه، تتكلم على ريال مدريد، تتكلم على يوفنتوس، جزء لا يتجزا جمهور، جزء لا يتجزا من نجاح المنظومه الجمهور. في حته مهمه جدا اللي هي من مقومات فريق البطوله. طب استاذنك دي مهمه جدا ولازم برضه نتناقش فيها، معايا تليفون في منتهى الاهميه والحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري. حاج عامر يعني سلام عليكم، وازيك فينك؟ عفو الله وحشنا كابتن سيد والله. وانت كمان والله، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. تحياتي ليك وتحياتي دكتور طارق القدر ليك. تحياتي للدكتور لطفي. بص بقى يعني هتعمل لنا ماتش يوم السبت وماتش يوم الثلاث وماتش يوم الخميس. انا في الاعلام هنا هجيب لك الورقه والقلم. انت جايب الراجل المعذور اللي هو يعني اخر واحد يعني بعد كل المشاكل بتتحط عنده، فبصراحه هو معذور. انا بقول لك بمنتهى الامانه، قول لي يا حاج عامر، دوري مضغوط زي كل سنه ولا في ارتياحيه شويه وخصوصا في النص الاولاني او النص الثاني؟ اسف، هيبقى اكتر النص الثاني كمان اكتر. طبعا ده ليه بقى؟ عشان بطولة افريقيا اللي هي مزدوجة السنة دي، البطولة هتخلص في 11 وتبدأ في 12 مثلا، ولا عدة في 11 برضو في 11 برضو هتبدأ قبل ما تنتهي، قبل النهائي ما يطلعش، هتبدأ الجديدة قبل النهائي ما يطلعش. ده معنى كده يا حاج عامر ان انت ممكن تلعب مثلا خلال 72 ساعه، يعني ممكن تلعب في افريقيا او حد يلعب في افريقيا او البطوله العربيه مثلا يلعب الجمعه ويلعب الاثنين، او يلعب السبت ويلعب الثلاث، وارد ده؟ الاتفاق كان مع الانديه على الكلام دوت، لان احنا قلنا لهم ان الدوري هيبقى طويل ولازم هتلعبه قبل ما تسافروا ثلاث ايام اربع ايام بكثير، ولما ترجعوا تلعبوا على رابع يوم. انت حضرتك عارف بتبقى كان في معوقات من ناحيه الطيران. اتفقنا على الكلام دوت وطلبوا خمس لعيبه زياده، مجلس الاداره وافق لهم على خمس لعيبه زياده في يناير عشان الموضوع ان هيبقى في ضغط. وحضرتك عارف ان البطولتين لسه الاهلي والمصري شغالين في البطوله بتاعت الموسم الماضي وهيبداوا شهر 11، والبطوله العربيه تبدا في 9/8. الاتحاد هيبدا، عندنا الاتحاد والاهلي والاسماعيلي والزمالك البطوله العربيه، عندنا الاهلي والمصري في البطوله القديمه، وعندنا اربع انديه الاهلي الزمالك الاسماعيلي ومصري في البطوله الجديده في شهر 11. عندنا خمس ارتباطات في المنتخب، معسكرات تبدا شهر 9 في مباراه، شهر 10 في مباراتين، شهر 11 في مباراه، شهر 3 في المباراه الاخيره، وفي امم افريقيا في شهر 6. يعني بطولتين ابطال الدوري والكونفدراليه وبطوله امم افريقيا كلها في سنه واحده وفي موسم واحد، بالاضافه الى البطوله العربيه. يعني المجموع اللي هيلعبوا الاهلي والمصري لو كملوا للنهائي ان شاء الله يوصل 73 مباراه. ده عدد غير طبيعي ولا يحصل في اي حته في العالم. طيب يعني انت ضيف عليهم مباريات المنتخبات كمان. في خمسه المنتخب. يبقى هتحط 78 اللي هيلعب في المنتخب. بالظبط. انت اضيف عليهم منتخب اولمبي كمان لو حد بيلعب هدف وبيلعب في الاولمبي في الاول. هياخد نفس التوقفات بتاعت المنتخب الاول. لا انا بتكلم على عدد المباريات، يعني لو حد بيلعب في الاول نفس التوقفات. خمس معسكرات دولت هيعمل معسكرات ومباريات وديه، مباراتين على الاقل في كل معسكر بالنسبه للمنتخب الاولمبي وقت الاجنده بتاعت المنتخب الاول. طب يعني كده انت في تصورك او في رؤيتك يعني ممكن الدوري يخلص قبل بطوله افريقيا للمنتخبات الكاس الامم الافريقيه، ولا ممكن يمتد اكتر من كده؟ لا هيمتد، والانديه عارفه الكلام دوت انهم لازم هنوقف وقت الامم الافريقيه، وممكن نوصل ننتهي لغايه شهر 8، يعني نبدا في 8 وننتهي في 8. يعني انت مثلا تيجي في 5 مثلا وتاخد فتره معسكر للمنتخب الاول، وده وضع طبيعي، وبعد كده يبقى في كاس الامم الافريقيه اللعيبه تروح، وبعدين ترجع تكمل الدوري؟ ترجع تكمل. يا نهار ابيض، ما هو هتلعبهم فين؟ هتجيبهم منين الوقت؟ ما هو للاسف ان الاتحاد الافريقي لما جاء عدل عمل المرحله الانتقاليه، عمل بتاعه الانديه وبتاعه المنتخب في سنه واحده. ده الاتحاد المصري مش جابه من بره، يعني الاتحاد الافريقي خد القرار من نفسه من غير ما يجيب الانديه مثلا يتكلم معاها زي ما الاتحاد المصري بيعمل. هم عندهم لجنه اسمها لجنه الانديه الاتحاد الافريقي، وطبعا حضرتك عارف ان دول غرب افريقيا هي الأفريقية. مظبوط صح، هم بيبقى لهم الاولويه في الاختيارات والمواعيد وكل حاجه. افريقيا مش مؤثرين وجوهم غير جونا، ما بتعزهم في سنه في وقت غير بتاعنا. مفيش الا دول شمال افريقيا هي اللي بتتعذب في الكلام دوت. انما هي من السنه اللي بعدها بقى خلاص الكل هيبدا من شهر 8 ينتهي 5، هيبقى زينا زي بقى كل العالم كله.
بدل ما كانت البطوله بتتلعب في شهر 2 التمهيدي ويخلص شهر 11 كاس العالم للانديه شهر 12 يعني البطوله كانت بتقعد 10 شهور دلوقتي من شهر 11 عايز يخلص شهر 5 يعني 18 مباراه اللي كانوا بيلعبوا في 10 شهور هيلعبهم في 6 شهور بس تريح ده 15 يوم بس باشمهندس عايز اقول لك على حاجه هيحصل تعديل في نظام البطوله مش هتتعامل بنظامها اللي هو دور 32 وبعدين مجموعات ونفس الطريقه دي لا 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 ما فيش تعديل ما يرسك في تعديل هو كان المفروض يحصل تعديل يلغوا دور ال 16 بالمجموعات بدل مرحله استثنائيه ومرحله انتقاليه كان لازم دور ال 16 يتعمل خروج المغلوب الموسم دوت لما هو اكيد عنده هو امور تسويقيه اهم بالنسبه له عن الدول بالظبط عايز يعمل نفس النظم وانت بتتابع يعني تابع الاتحاد الافريقي تابع الاتحاد الاوروبي بما مرتاح اكتر من تابع الاتحاد الافريقي الاتحاد الاوروبي كل دوله بتروح ساعتين وترجع كابتن سيد كان بيعاني وكان مجرب انا لسه ما رجعتش لحد دلوقتي 13 ساعه 15 ساعه انا لسه ما رجعتش انا لحد دلوقتي رحت مشوار لسه ما رجعتش طب حاجه عامر دي واحده من المشاكل الكبيره واحده من المشاكل اللي بتصادفك وانا عارف كده كويس يعني تحديد الملاعب هل كل فرقه في الوقت الحالي خلاص تحدد ملعبها يعني المصري خلاص رسمي هيلعب كل مباراته على ملعب معين مش هيغير من برج العرب مثلا للماكس مش هيغير من برج العرب للملعب الفرعي مثلا يعني ونجوم المستقبل ملعبها فين يعني الملعب بتاعها فين البيراميدز كمان بيتر سبورت الدفاع الجوي المقاصه في المقاولين العرب نادي سموحة والمصري وكتاب الجيش وبرج العرب لان الامن ما وافقش لغايه دلوقتي على التغيير انه يلعب في بورسعيد. نادي الاتحاد في استاد اسكندريه مع عدم مباراتين بتوع الاهلي والزمالك. برضه المقاصه من هيلاعب الاهلي والزمالك هيلاعبهم في السويس. الجيش طلع الجيش في الجهاز الرياضه. الداخليه في الشرطه. الاهلي في السلام مؤقتا بعد شهر 10 هيروح استاد القاهره. الزمالك بيتر سبورتس مؤقتا لغايه ما يروح استاد القاهره في شهر 10. الجديد دلوقتي ان نادي دجله هيلعب في الكليه الحربيه كويس ده خبر كويس والله جدا ده ملعب جديد بيتفتح اهو كان ده هايل ده ملعب محبب لقلبي جدا طيب حاج عامر الشيء بالشيء يذكر يعني انا في حاجه محيراني جدا يعني اكلمها لك على الهوا بقى ليه مصر المقاصه بيلعب الاهلي والزمالك في السويس ليه مصر المقاصه مثلا لو بيلعب مثلا يعني على سبيل المثال بيلعب فرقه مثلا زي بيراميدز مثلا مش هيلعبها في الفيوم بيلعبها في استاد القاهره او بيلعب في استاد القاهره ليه بياخد الاهلي والزمالك في السويس ليه طالما هو عنده ملعب بديل هو الملعب الاساسي الملعب الفيوم يا دكتور مظبوط الملعب الاحتياطي بالنسبه له بيبقى ثلاثه ملعب واحد في استاد القاهره وملعب اثنين في استاد السويس ياخد الاهلي والزمالك في استاد السويس يعني برده حاجه محيراني شويه يعني الاهلي بيلعب في السلام الملعب الاحتياطي بتاعه لو هيغير ملعب السلام لاسباب امنيه لاسباب يعني سوء حاله الملعب ولا حاجه بيختار ملعب تاني في القاهره اوكي ما بيروحش محافظه تانية اتفضل حاجه بس كان بيروح برج العرب هي المقاصه بيروح برج العرب فعلا اتفضل المقاصه نفسها الامن مطلعها بره الفيوم اوكي وبالتالي جاب الملعب المقاولين نادي المقاولين اصلا ما بيلعبش الاهلي والزمالك في المقاولين ما بيلعبوش الاثنين المقاولين بقالهم 3 سنين مظبوط فبالتالي اللائحه بتقول ان هو يختار الملعب البديل فاللائحه بتديله الحق ان هو يجيب الملعب البديل بس قبلها بوقت كافي هي دي المشكله ان انا ما اقدرش يعني اركز او اصمم على اللائحه قوي ان انا اضمن الانديه ان في يوم وليله بتحصل تغيرات امنيه ولا ده يطلع بره الملعب ده يخش الملعب بملعب دلوقتي ما بقاش صالح يعني زمان كان الاهلي والزمالك ما بيلعبوش بيتر سبورت خالص مظبوط صح دلوقتي الامن يقول لك تروح تلعب في بيتر سبورت صح اغلب الماتشات بقت في بيتر سبورت فالامور بتبقى متغيره فانا لو زنقت اللائحه قوي يبقى بزنق نفسي وبزنق الانديه اللي هي مش صاحبه انت عايز لما يبقى في استقرار كامل يبقى في استقرار كامل في كل حاجه يبقى الامر ده لازم اقفلها خلاص مقفول طبعا انا شايف ان شاء الله الرحمن الاستقرار ده هيقرب لان كده مش على الهوا يعني مش على هوايا مثلا انا باخد بلعب ماتش النهارده في القاهره وبكره فرقه ثانيه موديها السويس وبعد بكره موديها اسكندريه لو حاجه امنيه ما عندناش مشكله خالص لكن مش بالهوا او بالتفاؤل يعني لا اصل عارف يا كابتن سيد لو حكمت انا في اثنين هيجي يقول لي طب الامن رافض انا اعمل ايه؟ صح فبالتالي انا سايب الموضوع مفتوح بقى لنا 4 5 سنين لغايه ما الامور تستقر تماما وكل واحد يبقى ليه ملعبه ويرجع ملعبه وكل المحظورات اللي احنا شايفينها ما تبقاش موجوده مقابل ان انا ابقى متشدد في اللائحه شويه
على العموم حاج عامر انا عارف الدور اللي بتقوم بيه طبعا والمجهود اللي بتبذله. عندي نقطه بس، يعني كان في بعض الاوقات في تصريحات بتطلع متضاربه شويه او بتطلع في حاجات ممكن ما يبقاش التخصص بتاع حضرتك، فحد يتكلم في حاجه تخص حضرتك، وده اللي ممكن ساعات في اثناء الموسم بيعمل نوع من اللخبطه شويه. انا متاكد من ان انت هتقوم على اجمل وجه بالدوري وان شاء الله الرحمن هيأدي. وده حصل الحقيقه في الموضوع، الراجل اللي كاتب 15 مشجع دوت ان هم يحضروا، انا مش مشجع خالص، اعضاء مجلس الاداره والادارات التنفيذيه، اللي مفيش حاجه اسمها 15 مشجع. الناس طلعت تتريق، يعني ما جيش علامات الامن لغايه دلوقتي ان عدد الجمهور يخش ويدخل بقى المؤهليه. ما دي واحده من الحاجات الخطيره جدا. كتير كده يا جدع. لا فات كتير قوي، يعني خلاص المفروض نعمل الخطوه لقدام. يعني ما دي برضو مش يعني مش ليهم هم بس، يعني دي برضو حاجات حتى امنيه طبعا بالتاكيد. طيب يعني دي من الحاجات اللي كنت اقصدها يا حاج عامر، ان ممكن يطلع بتصريح حد او حد يطلع بتصريح هو مش باختصاصه ولا من دوره اساسا، يعني فيبقى في مشكله او ردود افعال او تبعيات ليه للتصريح ده بيبقى مش في محلها ولا في وقتها، وكمان ممكن تعمل شويه مشاكل. حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، شكرا جزيلا لحضرتك وبالتوفيق باذن الله. ولا تخش في هي التعقيد بس على حكايه الجمهور، لانك انت يعني لو بتشتغل صح. انا على فكره كنت عندكم هنا في قناه الاهلي مع الزميل ابراهيم المنيسي والكابتن عادل القيعي، واتكلمنا كتير جدا من خلال كاس العالم في المشهد الجميل اللي عمله الجمهور في كاس العالم، ووضعنا الحلول. اصل الحلول ما هيش صعبه، تفتيش على الاجهزه المعدنيه عند دخول الاستاد، كاميرات داخليه للمراقبه، وعقوبه لا رد فيها. يعني ايه؟ ما انت طول ما تنفذش القانون اللي هيغلط هيطلع بقى والدته ووالده يقول لك معلش ده شاب وسامحوه المره دي، سامحوه المره دي، هتتكرر المشكله تاني. ادي الثلاث حاجات، انت لو نفذت الثلاث حاجات دول انتهى اي مشكله هتحصل، هتوقد من بدايتها. واحنا متهيألي مهيئين لده دلوقتي جدا. يعني في الوقت الحالي على المستوى الامني او القانوني او الالتزامي في الوقت الحالي اعتقد ان احنا مهيئين تماما. يبقى الخطوه بقى، الخطوه الايجابيه، الخطوه الايجابيه من كل العناصر على فكره. بالظبط. مش بالزبط. من عنصر واحد بس. لا يعني واولهم الجماهير نفسهم. يعني انت غلطت ما تزعلش. يعني صح. انت غلطت، وعلى فكره في اوروبا كلها اللي سافر يعني واللي شاهد واللي عارف كويس جدا، بره ما فيش حاجه اسمها غلط كده. يعني طالما واحد عمل تصرف او عمل حاجه مش مظبوطه على الجزء الامني ولا حاجه هياخد عقوبه، التصرف بيبقى معاه شديد جدا. بالظبط. شديد بالزبط. جدا بالزبط. لكن احنا هنا طبعا بتبقى الدنيا بنضخمها. اتفضل بقى في حته مقاومات البطل وبعد كده نخش في ارقام سريعه كده. مقاومات البطل جزء مهم جدا من مقاومات البطل، وانا بتكلم على دي بالذات لان الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي اما بتعمل انجازات بيكون من مقاومات البطل ان الاجيال بتسلم اجيال. ما فيش ابدا في مقاومات البطل ادي فريق اهو اخد الفريق ده كله ارميه واجيب فريق تاني. لو جبت فريق فيه ميسي وكريستيانو رونالدو وعايز اقول لك ايه، نيمار، هات كل احسن لعيبه كده ودي بروين، هات كل اللعيبه دي حطهم في فريق واحد مش هتحقق حاجه طبعا، لانك انت على الفريق من ضمن العناصر اللي بيقول لك ايه الاجيال بتسلم اجيال. ان لعيب مثلا هنذكر مثال كده زي رمضان صبحي، كان عنده 17 سنه لما ساب الاهلي عنده 19 سنه، كان محمل بخبرات تفوق سنه. ليه؟ لانه اتعلم، عاش مع جيل تاني كان عنده خبرات زي عبد الله السعيد وابو تريكه، يعني شاف اجيال سابقاه، فجيل بيسلم جيل. مقومات البطل ان انا لو عندي فريق زي النادي الاهلي خد اللقب السنه اللي فاتت في 11 لعيب اساسيين وخمسه سته من اللي هي اللعيبه اللي ليها دور اساسي. طبعا السنه اللي فاتت عارف الاهلي لعب كام لاعب؟ كام لاعب النادي السنه اللي فاتت في الموسم الاهلي 27 28 39 لاعب 39 لاعب سافر السنه اللي فتخيل العدد كبير، بس في لعب مباراه ومباراتين، لكن بنتكلم على الهيكل الاساسي ال 11 ومعاهم 5 6 ماشي. السنه دي لو شفت النادي الاهلي هتلاقي ايه؟ اللي ممكن يتغير مثلا كوليبالي بقى اساسي في التشكيل بس، انما تيجي فرقه وده الكلام ده بما اننا بنتكلم على الدوري بشكل عام وكلنا بنتمنى ان الزمالك يرجع يبقى منافس قوي. طول ما الزمالك كل مره يقلب فريق ويجيب فريق تاني عمره ما هيبقى فريق بطوله. الزمالك خد الكاس وقلنا خلاص الزمالك بقى ايه، بقى فريق بطوله وهينافس بقى ونشوف، رجعنا لقينا ايه؟ تاني فرقه اتقلبت من جديد تاني. فدي مش من مقومات البطل. مقومات البطل واللي خلت النادي الاهلي البطل 40 مره من 59 بطوله اكتملت
هي هذا العنصر ان جيل بيسلم حصول الشخصيه يعني شخصيه الشخصيه ممكن يبقى عندك المقاومات والمهارات والامكانيات وكل حاجه لكن الشخصيه ضعيفه تمام. الشخصيه ما تستحملش ضغوط لان الضغوط في الدوري المصري وخصوصا في العالم العربي او المنطقه العربيه وتحديدا مصر يعني في الدوري المصري ضغوط متغيره وشديده شويه يعني ضغط اعلامي ضغط من الاعلام والجمهور طبعا فلازم حتى بدون جمهور اللعيب عليه ضغوط من الجمهور اللي بره طبعا التعامل مع مع الحاجات اللي زي كده فشخصيه البطل اللي هي موجوده في مثلا في النادي الاهلي بتتوارثها الاجيال عشان كده بتلاقي ضروري قوي يبقى في 2-3 أو 4-5 كل ما كتر العدد بس المؤثرين موجودين في الملعب أو موجودين في الفرقة مظبوط بينقلوا لك الروح دي أو الخبرات دي أو كيفية التعامل مع الحاجات دي كده عشان كده أو كيفية التعامل مع المواقف اللي زي كده أنا بقول لحضرتك يا دكتور أنا مؤمن جدا أرجع مفيش مشكلة أنا مؤمن بحاجة حضرتك تتفق معايا أو تختلف سلاح النادي الأهلي تحديدا في الزمن اللي جاي أو العصر اللي جاي الناشئين النادي الأهلي صح او اللعيبه بتاعه النادي الاهلي انت نادي معاك فلوس او النادي الاهلي عنده فلوس وعنده امكانيات وعنده موارد وعنده حاجات كتير جدا لكن السنين اللي جايه ما تقدرش تواكب الاحداث لو ما عندكش القاعده الاساسيه وتعمل شراء بهذه الارقام الخزعبليه هيبقى صعب انت مطالب دلوقتي ان انت تجيب ب 30 و40 و50 و60 مليون جنيه على الفرد طب لو سنه من السنين محتاج اجيب 5 هعمل ميزانيه نص مليار لكن لو الناس دي عندي وما تقنعنيش ابدا ان صلاح محسن هو لاعب النادي الاهلي كان خياره الاول مع احترام الكامل لإنبي خياره الاول كان إنبي اذا الدايره لازم توسع شويه بالظبط التقييم يبقى كامل اللي موجود في القطاع او اللي موجودين من المسؤولين وانا اثق تماما في كابتن فتحي مبروك وامكانياته وقدراته ودماغه والناس اللي معاه لازم يبقى فيه دايره كتيره جدا وحركه كتيره جدا عشان الموضوع ده يتم دكتور طارق قول لي ارقام بقى سريعه حاول ارقام سريعه انا هركز على الارقام اللي هي الاهم فضل. يعني الارقام اللي هي ايه ملفته ومن الصعب تكرارها هدفين فقط عارف ايه فضل. دخلوا مرمى فريق طوال موسم كروي كامل بما فيه كان مباريات فاصله ايه بطل هذا الرقم النادي الاهلي في موسم 75-76 لم تهتز شباك الاهلي على مدى الدوري المجموعتين ذهابا وعوده ثم المباراتين الفاصلتين امام غزل المحله وقتها اللي فاز بيهم النادي الاهلي على الترتيب 1-0 في المباراه الاولى ثم 4-0 في المباراه الثانيه لم يتهتز شباك الاهلي الا بهدفين وكان هدف منهم من ضرب الجزاء يعني لم يدخل مرمى الاهلي على مدى موسم كامل من هجمه منظمه الا هدف واحد والثاني كان من ضرب الجزاء ده رقم اسطوري رقم 34 ده عدد الاهداف اللي سجلها كابتن حسن الشاذلي رحمه الله عليه في موسم 74-75 في موسم واحد هداف الدوري، الرقم ده لم يقترب منه احد الا الشاذلي نفسه لما طلع هداف برضه ب 32 هدف. رقم 34 في ظل الارقام اللي هي في العشره الثانيه يعني 17-18 السنه فاتت دي وليد ازارو 18 حسام باولو قبلها 18 قبلها حسام باولو كان جايب 20 يعني رقم ال 20 ما شفناهوش في اخر 15 سنه الا عبد الحليم علي في موسم 2003-2004 ثم حسام باولو في موسم 2014-2015 إذا الوصول ل 34 هدف بتوع الشاذلي صعب جدا ده رقم تاني رقم الأرقام الصعب جدا تكرارها لأنه رقم عالمي هو الفوز في 21 مباراة متتالية في الدوري السنة دي الأهلي وهو في أوج تألقه عمل 16 مباراة وكان فاضل له مباراة واحدة اللي هي المباراة اللي تعادل فيها مع سموحة لو كسبها كان وصل عادل الرقم عدد الانتصارات في موسم واحد في موسم واحد بتكلم على موسم واحد اللي هو كان موسم 2004-2005 لكن كان في موسم 2004-2005 كان قبليه في موسم 2003-2004 كان في أربع مباريات فبقوا 21 فوز صعب جدا الوصول إلى 21 فوز متتالي الرقم 71 هو الفترة أو المباريات اللي لعبها النادي الأهلي أيضا دون أن يتعرض للخسارة وكانوا من اخر مباراه في الموسم اللي هو بتاع 2003-2004 لما خسر الاهلي يوم 15 مايو امام الزمالك 1-2 في المباراه ديت حتى خسر من الاسماعيلي في سنه 2007 اربع سنين النادي الاهلي لم يخسر على مدى 71 مباراه برضه يبدو رقم 71 ده صعب جدا اصغر هداف في تاريخ الدوري المصري هداف للدوري هو مش عماد متعب عماد متعب في الواقع هو ثالث اصغر هداف بالنسبه للاهلي ممكن لكن على ابو جريشه لما فاز بلقب هداف الدوري في موسم 66-67 كان سنه 19 سنه و4 شهور بالظبط لما فاز بلقب هداف الدوري
هو اصغر هداف للدوري يليه كابتن حسن الشاذلي فاز بلقب هداف الدوري في موسم 60-61 وكان عنده تقريبا 20 سنه. عماد متعب هو ثالث اصغر هداف لانه لما فاز بلقب هداف الدوري كان عنده بالظبط 22 سنه وكم يوم كده لما فاز بلقب هداف الدوري في موسم 2004-2005. لكن اصغر هداف على الاطلاق بقى ماليش دعوه بالمصريين هبعد المصريين شويه هو جون اوتاكا. جون اوتاكا راح من النادي المقاولين العرب للنادي الاسماعيلي وكان عنده 18 سنه تقريبا وهو عنده 18 سنه ونص فاز بلقب هداف الدوري في موسم 2008-2009 وكان جون اوتاكا وقتها سنه 18 سنه وشويه. فطبعا 2009 لا عفوا موسم 98-99 فاز بلقب الهداف الدوري وسنه 18 سنه ونص تقريبا فده اصغر هداف على الاطلاق هو من اللعيبه الاجانب الثمانيه. كان لعيب جامد جدا يعني. في بقى ارقام سريعه كده. الرقم اللي عمله النادي الاهلي السنه دي الموسم المنصرم ده اللي هو 88 نقطه. طبعا الرقم دوت عمله النادي الاهلي في عدد اقل من المباريات من مثلا اللي كان الرقم السابق اللي مع الزمالك اللي هو 87 نقطه. كان الزمالك عمله في 38 مباراه، الاهلي عمله في 34 مباراه، فاز في 28 مباراه منهم، وعدد الفوز ده فضل ثابت عند 26 مباراه فتره طويله جدا لما النادي الاهلي كان معاه هذا الرقم في موسم 75-76 74-75. كان النادي الاهلي عنده 26 اكبر عدد من انتصارات. الزمالك عمل نفس العدد 26 مباراه لغايه ما النادي الاهلي عمل 28 مباراه في الموسم اللي فات. برضه صعب جدا انك تفوز في 28 مباراه من 34 طبعا. النادي الاهلي خسر مباراتين وتعادل اربعه بس في الموسم اللي فات، فلازم انت تفوز تقريبا بما نسبته 80% من عدد المباريات. حاجه برضه الرقم البومينج جدا ال 75 هدف اللي سجلهم الاهلي السنه دي. قد يبدو ان الامر سهل، لكن فضل الرقم بتاع نادي الترسانه اللي عمله في موسم 63-64 لما جاب في دوري المجموعتين 68 هدف، وجاب في المباراتين الفاصلتين مع الزمالك 3 اهداف فجاب 71 هدف. فضل الرقم ده ثابت. شوف قد ايه بقى، حوالي 54 سنه لغايه ما النادي الاهلي عمله 75 هدف، ضرب الرقم ده باربع اهداف. اعتقد ان الرقم ده من الصعب جدا انه يتكرر تاني الا لو كان بنفس هذا المعدل التهديف اللي كان ماشي عليه النادي الاهلي السنه اللي فاتت. ان شاء الله مع الاهلي مفيش مستحيل. دكتور طارق شرفتني وسعيد جدا جدا بالتواجد معاك على المستوى الشخصي حتى من غير استوديو تحليلي ولا لقاءات. بسعد جدا، انا من هواه الارقام طول عمري يعني، بحبها جدا وبحب اخد منها دروس. شرفتني مره ثانيه. شكرا ليك. ونتقابل ان شاء الله الرحمن وعلى لقاء باذن الله. فقرتنا الاولى خلصت مع الدكتور طارق الادور. بعد الفاصل وتقرير مع قدامى اللعيبه هيبقى معانا كابتن سمير عثمان ونتكلم على الحالات التحكيميه والتطور التحكيمي وتقنيه الفيديو وهو شايفها ازاي والدنيا ماشيه ازاي والحكام وليه كام حكم معين او عدد معين من الحكام بيديروا لقاءات الاهلي ما بيزيدوش عن 8-9 خلال الموسم كله، والقائمه الدوليه بتاعت السنه دي والسنه اللي فاتت والمقارنه ما بينهم وليه ده طلع وليه ده دخل القائمه الدوليه مع كابتن سمير عثمان بعد الفاصل الجاي او بعد التقرير اللي جاي. التاريخ وتاريخ طبعا يمكن قناة النادي الأهلي دائم بتدي معلومات لمشاهدي قناة الأهلي، وإذا كان هناك بنتكلم على الدوري العام يمكن بنتكلم على بطولات كانت في منتهى الصعوبة، بطولات أيضا النادي الأهلي دائما في محفل قوي ومحفل دائما محفل بطولات. وانا مريت يمكن ببطولات كتير قوي في الدوري العام وكلها كانت بطولات صعبه لان كل الفرق في اجيال السبعينات والثمانينات كانت فرق كويسه، فرق مميزه، فرق كان بيبقى فيه منافسه لاخر لحظه لاخر لحظه. يعني النادي الاهلي
ما كانش دائما بيتربع ب 15 بونت و 20 بونت زي دلوقتي، لا كانت دايما بتبقى فيه منافسه، ومنافسه النفس الاخير فكل هذه البطولات انا شايف ان كانت بطولات صعبه جدا جدا، ولكن منظومه النادي الاهلي دائما بترتقي الى مستوى البطولات. لاعبي النادي الاهلي اللي بيلبس التيشيرت الاحمر بيبقى عنده دوافع عاليه جدا لاحراز البطولات، وحتى الاجيال اللي فاتت واجيال سابقه. ويمكن كابتن محمود الخطيب يمكن في اجتماع معانا اتكلم فعلا الاجيال كلها على ممر على مر السنين في النادي الاهلي كلها اجيال بطولات، من ايام النادي الاهلي ما نشئ، من ايام النادي الاهلي ما نشئ اجيال بطولات. والله الدوري طبعا السنه دي هيكون دوري قوي، لانه الانديه حقيقه استطاعت انها تستقطب لعيبه كثيره جدا، خصوصا كمان عندنا نادي اسمه نادي بريميس عنده دلوقتي مجموعه كبيره جدا من اللعيبه المتميزه. ده هيخلق طبعا جو تنافسي قوي جدا، والنادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي والانديه الكبيره والمصري البورسعيدي والانديه دي كلها لازم يكون عندها حافز السنه دي انها تحقق طبعا نتيجه كويسه، لانه حقيقه النادي الاهلي لن يفرط في الدوري، لانه من 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 اهم من اهم من اهم مبادئ النادي الاهلي واهم يعني الامور اللي ممكن احنا نقول النادي الاهلي بيجري في اطارها ان هو البطل الدائم بيكافح من اجل ان يكون دائما هو في المقدمه. فالحقيقه المنافسه هتكون قويه جدا للدوري السنه دي يعني، وانا متوقع انه هيكون النادي الاهلي يعني المره دي في ظل وجود مدرب جديد عنده قدرات جديده، عنده افكار جديده، عنده اسلوب جديد، انا متاكد انه النادي الاهلي يعني قادر على انه يحقق نتيجه مرضيه جدا مرضيه جدا. جميل سنين انا لعبت حوالي 17 دوري عام الحمد لله، بداية من 73 وبطلت 89. كان ليا الشرف ان انا احضر اجيال جيل الكابتن شحتة وعرابي الله يرحمه، بوب الله يرحمه، عادل البابلي ومحيي وفكري مرسي واحمد عوب وسمير مخيمر، وبعدين جيل بقى عمر والاسناوي وعيد والسعلابي. الذكريات جميلة، وبعدين كفاية ان انا لعبت ضد بيبو وضد انور سلامة وضد مصطفى عبده وماهر همام واكرامي، حاجه عشره جميله ولاعيبه كوره لو موجودين في الزمن ده بيبو ده يساوي مثلا مليار. الاهلي مخطط صح، الاهلي ماشي صح، الاهلي دايما سابق كل الانديه، مش تحيز مش عشان بتكلم في قناه الاهلي دي كلمه حق بقول، الاهلي سبق الناس بكتير قوي زي التكنولوجيا زي اليابان كده، سبقت الناس في التكنولوجيا، الاهلي سابق بخطوات كتيره قوي كل الفرق. وفي الشمال نسمع دودو، دودو اوفر عند حمدلو، وحمدلو شوط حلو جول الاول، جول جميل جميل جميل، 1-0 اسماعيل دودو عمل اوفر في منتهى الاتقان على رجل حمدلو ياخدها على الطاير ويحط جول. كنت بنافس على هداف الدوري نفس الموسم دوت، جبت 14 هدف، كنت منافس لكابتن حسن شحاته والكابتن علي خليل، ووصلت المنتخب مصر ولعبت المنتخب مصر ماتش ملاوي في الدورة الأفريقية في الجزائر جبت هدفين، ولعبت مباراة ليبيا الشهيرة، فده اداني حافز كويس وتحدي بيني وبين نفسي ان انا اوصل. عشان كرة القدم ما بقتش هواية بس، دي بقت صناعة وبقت بيزنس وبقت حاجات كتير جدا جدا، ومصير
كتير جدا من اللعيبه والمدربين والاجهزه الفنيه وبعض كمان في بعض الاوقات بتبقى الاظهارات بتبقى متوقفه على مباريات او بطولات او على تاريخ بيرصدوه او بيعملوه في كره القدم. واحد من اهم اسباب النجاح في اي بطوله عنصر التحكيم. هختلف واتفق مع ناس كتير جدا وناس كتير جدا 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 بتقول كلمه حق دايما بيبقى مراد بيها باطل، ما حدش يبص للتحكيم والتحكيم يعني مش هو الفيصل ومش هو اللي خسركم ومش هو اللي لا، في مواقف كتير قوي قوي اثناء المباراه بتبقى عنصر مهم فيها ان يبقى في قرار سليم. تقنيه الفيديو كتير بيقول لنا افقدت متعه كره القدم، انا بشوف انها قمه العدل وقمه الحياديه. يعني ايه المتعه؟ ايه المتعه ان في فرقه تبقى اقل او فرقه اقل في الامكانيات وبخطا تحكيم ولا حاجه تضيع منها كل حقوقها يعني او تسلب منها كل حقوقها. هنتكلم في عنصر التحكيم وليه اداره مباراه الاهلي دايما بتنحصر على 7 أو 8 افراد بس طول الموسم، وليه القائمه الدوليه اختلفت السنه اللي فاتت عن السنه دي، واللي طلع طلع ليه، واللي دخل معيار دخول القائمه الدوليه كان على اساس ايه، وتقنيه الفيديو من وجهه نظره، وكم حكم بيبقى مرشحين في الدوري الممتاز. وبالتاكيد كمان مش هيخلو الحديث عن اولى مباريات النهارده الاتحاد والمقاولين العرب والطاقم التحكيمي اللي هيدير اول مباراه الدوري ومباراه بتروجيت والزمالك بالتاكيد مع كابتننا كابتن سمير عثمان. مساء الفل. مساء النور يا استاذ، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ صحتك طيب؟ كله كويس؟ الحمد لله. امورك كلها تمام؟ لغايه دلوقتي الحمد لله. بتضحك ليه؟ وحشتني والله. حبيبي. سنه كده حبيبي. حبيبي. اول نقعد مع بعض كده. كابتن سمير يعني تحب تبدا منين؟ الطاقم التحكيمي اللي هيدير مباراه الاتحاد والمقاولين وبتروجيت والزمالك، ولا عايز تقول مقدمه في الاول كده في تحية الدوري؟ بص انا عاوز اقول مقدمه سريعه. طبعا كل الانديه استعدت استعداد جيد عن طريق المدير الفني وعملوا معسكرات. نفس القصه لجنه الحكام الرئيسيه بقياده كابتن عصام فتاح ومعاه كل اعضاء اللجنه دكتور عزب وكابتن وجيه وكابتن نادر وكل الناس وكابتن جمال معاهم وكابتن محمد الشناوي. الاعداد بيسلم عليك وبقول لك علي صوته شويه. والله طب الاسامي اللي انا قلتها كلهم دول عمل الاتحاد المصري عن طريق لجنه الحكام عملوا 6 معسكرات، 5 معسكرات رجال ومعسكر 1 سيدات. ده بيتعمل فيه كذا حاجه يا كابتن. اول حاجه طبعا اختبار اللياقه البدنيه، بعد كده الحاجات التعليميه والمستجدات في قانون كره القدم، مع طبعا اختبارات كل يوم فيديو، يشوفوا فيديو في القاعات وبعد كده يطبقوا العملي في الملعب زي بالظبط المدير الفني بيعمل مع الانديه. اتحاد الكره برضو السنه دي عمل كده مع الحكام. تمام. وكابتن عصام عبد الفتاح استقر على 30 حكم فقط، 30 حكم فقط هيديروا مسابقه الدوري العام الممتاز. 30 حكم فقط كل المباريات، كل المباريات. مع لو ظهر وجوه جديده من اللي هيلعبوا في القسم الثاني ممكن يدفع بيهم في الاسابيع الاخيره من الدور الثاني. وده طبعا فكره يا كابتن سيد، انا من وجهه نظر هنا فكر سليم، لان المدير الفني لاي نادي لازم يلعب بافضل ناس عنده عشان ينجح في البطوله بتاعته. الناس المسؤوله عن لجنه الحكام شايفين ان 30 حكم هتبقى كيفه، والمفروض العدد ده كويس، لان انت زودت يا كابتن سيد عن عدد 30 ممكن برضو في مباريات كتيره ممكن ايه ما تطلعش بالكفاءه العاليه. فرقم 30 ده رقم كويس جدا تدير بيه كل مسابقات الدوري الممتاز اللي هو القسم الاول، واكيد يعني هيبقى على الاقل من ضمنهم 5 من 6 حكام الجداد ان شاء الله. طيب يعني دايما بسمع تصريحات يعني كل الناس في كاس العالم مثلا، كاس العالم اللي فات تمام، بتلاقي مدير فني بيتكلم على عنصر التحكيم في جمله كده ولا حاجه، ما فيش شد وجذب بعد الموضوع ولا حد بيعلق على التصريحات ولا حاجه وامر بيعدي. تمام. اوكي، ليه احنا دايما هنا يعني ان انت تتكلم في الامور التحكيميه ده شيء محرم، يعني ممنوع تتكلم عن الامور التحكيميه؟ هي الطريقة ولا الألفاظ ولا المبدأ نفسه؟ لا، المبدأ متاح طالما انت بتتكلم في حاجة بإطار بأسلوب كويس وبتتكلم في حاجة فنية مفيش مشكلة. بس في بعض الأحيان وبيحصل كتير منها في مصر يا كابتن، بتلاقي الحكم لازم يخطأ على فكرة زي ما حضرتك عارف، زي المدرب بيخطأ واللعيب بيخطأ. تمام، مش بنعفي أي حد، بس بتبقى في بعض الناس لما بيتغلبوا مثلا أو شايفين ظلم بيتكلم بأسلوب غير لائق، بيرمي تهمة على الحكم. أصعب تهمة على الحكم يا كابتن سيد ممكن تقولها إنه قاصد يخسر فرقه. ممكن انا انزل في مباراه ما بقاش موفق بس مش قاصد اني اخسرك،
طبعا دي مش موجوده. لا طبعا بيبقى الحكم يعني بالظبط حكم. لا طبعا حقيقي والله طبعا. طبعا انا يعني انا السنه اللي فاتت الكابتن في بعض المباريات مثلا خلصت انت في كتير ما كنتش قاصد يعني 15 ماتش كتير قوي بالنسبه للاهلي ما كنتش قاصد مش قصدي ما قصدتش كتير قوي كنت سامي. لا معاك انت 10 مواسم بس اتفضل كده واخد بالك. تلاقي يا كابتن المدرب بعد ما بيخلص بيلف على كل القنوات الفضائيه بيهاجم الحكم في حين الحكم ما يقدرش يتكلم لان تعليمات الاتحاد الدولي انت ما تقدرش تدافع عن نفسك حتى لو انت سليم. للفلسفه بتاعت الاتحاد الدولي لو الحكم دافع عن نفسه وهو سليم وطلع في وسائل اعلاميه ودي ممنوعه وهو سليم طب اما يخطئ هيطلع يدافع عن ايه؟ فما ينفعش. فالمفروض العمليه تقنن واللي بيرد على لجنه الحكام المتحدث الرسمي حد من اعضاء لجنه الحكام او بيبقى رئيس لجنه الحكام. فتلاقي المدير الفني بيلف على كل القنوات الفضائيه لغايه ثاني يوم وقاعد بقى الحكم عمل كذا وكذا وكذا وده طبعا اخطاء وارده وهتحصل اخطاء بس الناس عارفة مفيش حكم في الدنيا عاوز يخلي شكله وحش. نرجع لمرجعنا السريع طبعا القائمة اللي هتتلعب السنة دي بتاعة الحكام 30 بالظبط هيبقوا حوالي 30 حكم هم اللي هيديروا دوري الممتاز بإذن الله مع وجود بعض الأسامي أكيد يعني في وجوه جديدة لازم الدول اللجنة هتطلعها ويبقوا من 5-6 حكام بإذن الله. الشغل شغل لجنة الحكام أي لجنة حكام مصرية بتيجي في الوقت ده الإعداد القائمة الدولية. احنا في مصر كابتن سيد عندنا 6 قائم دوليه 6 قائم بالنسبه للرجال حكام ساحه ومساعدين والسيدات برضو ساحه ومساعدين كده 4 قائم وعندنا في حكام اسمهم حكام دوليين للصالات وحكام دوليين للكره الشاطئيه. الست قائم دول يهمنا بقى قائمتين فيهم بصراحه يعني اللي هم الحكام الرئيسيين تمام. في اختبارات في معايير الاول بتطبق على اختيار الحكم الدولي. المعايير دي الاتحاد المصري ما ينفعش يعرضها غير ما تجيله التعليمات من الاتحاد الدولي. احنا الحكم الدولي عاوزينه سنه ما يزيدش عن كذا وبعض المتطلبات. فدي بيشوف الحكام المؤهلين اللي ممكن يخشوا الاختبارات وبناء على ذلك بيختارهم. القائمه الدوليه في مصر 7 حكام ساحه و7 حكام مساعدين. في بعض الدول الاجنبيه وبعض الدول الثانيه ممكن تلاقي 7 حكام الساحه دول لا ممكن يبقى عددهم 12 في دولة تانية 14 في دول تانية بيبقى حكم الساحة 2 أو 3 ده عشان المستوى الفني يعني مثلا؟ على المستوى الفني على المستوى الفني بتاع كرة القدم ولا اسم ولا اسم الدوري مثلا يعني الدوري المصري لا هناك الدوري مثلا الاسباني الدوري لا بتتغل كابتن سيد على المستوى الفني للمنتخبات. اوكي منتخبات يعني هتلاقي احنا 7 هتلاقي في انجلترا والبرازيل وفرنسا والارجنتين. طب احنا اكتر دولة افريقية؟ لا عندنا السودان زيادة عننا بواحد ده لغاية السنة اللي فاتت. طيب يبقى كده انت في يعني معيار من المعايير يعني 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 انا المفروض يعني احنا يعني انا اتقارن مع تونس والمغرب والجزائر تمام. انما السودان لغاية السنة اللي فاتت كان في واحد زيادة. زيادة بس ده كان زيادة قد يكون عشان كان مصاب وبعد كده عملوا استكمال ليه بس هو المعارف عليه هو 7 ولا في حاجة تانية؟ لا يعني بنسبة 95%. طيب هنعديها دي لحد ما تشوف اوانها. طيب في كاس العالم في كاس العالم يعني مش تقليع او 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 تاليفه من القائمين او المسؤولين على الحكام في كاس العالم مثلا بيقيسوا قوه المباراه مع المنتخبات اللي هتتلعب مظبوط وبيحطوا حكم عنده خبره كبيره عنده خبره دوليه عنده شخصيه بتقدر تتعامل مع النجوم او الناس اللي موجوده مفيش اي عيب في كده خالص مظبوط وشفنا ده في كل المنتخبات الكبيره اللي بينها وبين بعض مثلا مش عيب. بيحصل لي نوع من يعني مش مساله هبقى اتجنن او هتضايق ليه في بعض الاوقات بيحصل نوع من التجربه اوكي في مباراه مش في اوانها او مش وقتها. على سبيل المثال مثلا السنه اللي فاتت احنا في افتتاحيه الدوري مثلا حكم لنا كابتن احمد حمدي انا مقتنع ومتاكد ان هو ممكن يبقى حكم كويس هي. حكم الاهلي مباراه الاهلي وطلع الجيش يعني. اوكي لكن انت مش بتفيده كده على فكره انت بتضره يعني في وقت من الاوقات الطلعه الاولى دي ما تبقاش مع الاهلي يعني خلي الدنيا وخصوصا لو قوه الماتش كبيره ولا حاجه ادي حكم دولي عنده خبره عنده قدره على السيطره وده مهم قوي يعني الحكم برضو مش مساله قرارات فنيه وبس لا شخصيه في بعض الوقت بيحس طبعا ان في مشكله ممكن تيجي في الوقت الحالي طبعا مشكله اداريه مشكله فنيه مظبوط اتفضل انا اتفق مع حضرتك تماما. احمد حمدي ده كان من الحكام المميزين جدا والدليل على كده اللي شجع لجنه الحكام تبتدي بيه دي سياسه. السنه دي اعتقد السياسه متغيره شويه ودي هتبان في بدايه المباريات الاولانيه ما تلاقي مين اللي هيدير طاقم ماتشات الاهلي والزمالك في البدايه. كل لجنه ليها سياسه معينه. فكر اللجنه السنه اللي فاتت كان عاوز يجرب بحكم جديد شايفه فيري بوتنشال حكم واعد جدا
شاف ممكن ما يكونش حصل نوع من انواع التوفيق في المباراه دي. انما هو الصحه طبعا، الصحه طبعا لازم ابتدي بالحكام اللي هم الصفه واللي بتوعي، عشان اول اسبوع الكابتن سيد ده بيبقى اعلان لكل الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلان ده مستواه زي في كاس العالم، بدا بافضل حكم ودليل على كده، بدا بالحكم الارجنتيني ونهى الفاينل بيه. فاعتقد السنه دي كابتن عصام هيبتدي بالصفه بتاعه الحكام عشان يعلن ده المستوى بتاعي بقيه الموسم ان شاء الله. انت بكمل معايا، فعندي ثلاث اسئله سريعه كده قبل ما استقبل ضيوفنا طبعا اللي هيكونوا مشرفين هنا في الاستوديو التحليلي، هيبقى كابتن حلمي طولان، كابتن حماده صدقي، كابتن اسامه حسني، ونتكلم ونستعرض حاجات كتير من الدوري المصري، واولى المباريات اللي هتجمع ما بين الاتحاد والمقاولين العرب، ثم مباراه بتروجيت والزمالك. عندي ثلاث نقط، ايه رايك في تقنيه الفيديو؟ تقنيه الفيديو كويسه، بس المفروض كان يبقى فيها تعديل بسيط، ان يبقى حكم الفار اللي فوق ده يبقى حكم ذو خبره عاليه، مش حكم من الحكام اللي هم تصنيفهم تاني في كاس العالم. يعني كان بيحكم تصنيف اول هم حكام. طب هو مساعد ولا إيه؟ ولا اساسي يعني؟ كان اتنين تمشي. اوكي، كان اتنين حكام رئيسيين ومعهم واحد مساعد ده، فلازم اعتقد كان تحدي له هدى شويه، كان جاب ناس حكام خبره حتى لو مبطلين، لان انت اللي بيقيم المفروض يبقى اعلى من اللي جوه. طيب سريعا بقى، الوجوه الجديده في القائمه الدوليه وليه دخلوا وليه اللي خرجوا خرجوا من القائمه الدوليه، ومش عايز اقول معيارها لان اتكلمنا فيها بقى بالظبط. هو حتى هذه اللحظه محدش خرج، هو في اختبار لياقه بدنيه اتعمل في المجموعه بتاعه السنه اللي فاتت كلها نجحت، ودي بنسبه 95%. طيب سريعا، اللي نجحوا كلهم جهاد جريشة، okay. ابراهيم نور الدين، محمود البنا، محمد عادل، محمد معروف، امين عمر، ومن ست حد تاني بقى. محمد الحنفي فين؟ ومحمد، لا محمد الحنفي خرج السنه اللي فاتت هو وعاشور لبعض الاصابه. محمود عاشور بس عندهم اعاده، عندهم فرصه ممكن يخشوا تاني. سعيد حمزه بره؟ لا، سعيد حمزه ما دخلش خالص في القائمه الدوليه. طب احمد سامي؟ طارق سامي حكام كره الصالات، برضه دولي في كره الصالات. وجهه نظري الشخصيه ان من اكفى الناس، افضل الناس فعلا. سعيد حمزه وطارق سامي يعني ليهم مستقبل كبير، الشهاده برضه يعتزوا بيها يسمعوها بصراحه. طيب كابتن بسيوني وكابتن مجدي والصباحي دخلوا برضه ولا؟ محمود بسيوني كان موجود السنه اللي فاتت بس خرج اوكي لبعض الاسباب برضه في القايمه، وليه في حق انه يخش تاني ان هو نجح في اختبار اللياقه البدنيه. انا نسيت احمد غندور، هو كان الاسم السابع اللي ناقص. احمد غندور السنه اللي فاتت موجود ما دي من ضمن القايمه اللي موجوده. طيب طب هنكمل كلامنا بالتاكيد، لكن حاجه قبل ما نطلع فاصل، واستنى حضرتك وتستناني في اخر في اخر اليوم، ليه بدلات الحكام او فلوس الحكام بتتاخر؟ ده دايما العنصر المغضوب عليه، او مش عايز اقول مهمش، مش عايز اقول كده، لا عيب، لكن ليه مش عنصر زي لعيب الكوره، زي الجهاز الفني، زي ليه كل واحد بيتاخر له فلوس مثلا، سواء كان لعيب او مدرب، بيبقى له الحق اتحاد الكوره يجيبه له، ليه اتحاد الكوره نفسه بقى ما بيديش حقوق الحكام في وقتها وفي ميعادها؟ انا حكمت 25 سنه، هو النقطه السلبيه في عنصر التحكيم هي البدلات. المفروض دي من اول الموسم، والنادي زي ما حضرتك انت قبل ما تطلع الكارنيهات بتاعت النادي بتاعك انت بتدفع فلوس الحكام، المفروض اول ما فلوس الحكام دي تدفع لاتحاد الكره، ده من وجهه نظري انا، لازم يتفتح حساب فرعي في اي بنك، يبقى ده خاص ببدلات الحكام. خاصه الانديه بتدفع، انديه الدوري الممتاز بتدفع كامل القيمه الماديه في بدايه الموسم. مين اول حكم النهارده هيدير اول لقاء؟ ان شاء الله ربنا يوفق طارق مجدي ان شاء الله باذن الله. طارق مجدي ان شاء الله باذن الله. مساعدينه احمد ساهر ومحمود لطفي ان شاء الله، وبتروجيت والزمالك امين عمر ان شاء الله. كويس، على العموم مستنيك زي ما قلت لحضرتك بالليل لنا كلام كتير جدا جدا، نكون بقى حضرتك اتغديت وشربت شايك وتمام التمام و100 100 ونتكلم على الحالات التحكيميه بالتفصيل. مكملين مع حضراتكم، وزي ما قلت العنصر الاساسي او المهم جدا 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 في المنظومه هو العنصر التحكيمي. ادوا للناس فلوس كويسه، ادوا للناس انتقالات كويسه، ما تخلوش حد، يعني مش عايز اقول كده حكامنا شرفاء وحكامنا ممتازين وهايلين من احسن الحكام اللي موجوده في افريقيا والوطن العربي كله، لكن ما تخليش الحكم يعني دايما هو العنصر الاقل او العنصر الاضعف من حيث الحته التحكيميه. يا عم يعتبر الحكام دول لعيب او اتنين فشلوا في الدوري المصري بقيمتهم التسويقيه، كتير جدا من الانديه ممكن يجيب لعيب ب 15 و 17 مليون جنيه او 20 مليون جنيه وما ينجحش، وده وارد جدا. اعتبر اتحاد كوره دايما زي ما انت بتجيب حقوق اللعيبه او بتجيب حقوق الاجهزه الفنيه بتقدموا لك بشكوى في ضد ناديهم فبتجيبها لهم في ظرف شهر شهرين ثلاثه، اعتبر الحكم ده او الحكام ال 30 دول ناس يعني عندهم القيمه الماليه وعندهم
الايمج بتاعهم والمكانه عندهم وسط الناس لازم تكون قيمة الماليه كمان بالنسبه لهم تكون مناسبه لقدراتهم وامكانياتهم. كلام كتير جدا هنخوضه مع كابتن سمير عثمان في نهايه اليوم، لكن هنطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا كابتن حلمي طولان، كابتن حماده صدقي، كابتن اسامه حسني، وهنتكلم على اولى المباريات في الدوري الممتاز موسم 2018-2019 للاتحاد والمقاولين العرب. على بركة الله وتوفيقه نبدأ موسم 2018-2019 بتشكيلة مكونة من كابتن حلمي طولان. كابتن حلمي منورنا. الله يخليك السيد، أنا سعيد أن أنا معاك في قناة النادي الأهلي ومع الزمايل الأعزاء كابتن حمادة وكابتن أسامة. معنا كمان في التشكيلة كابتن حمادة صدقي نجم مصر طبعا والنادي الأهلي. كابتن حمادة ومشرفني دايما. كابتن سيد ربنا يخليك، أنا سعيد موجود معاك النهاردة ومع كابتن حلمي طبعا كابتننا وكابتن اسامه اخويا الصغير طبعا وفي مكاننا الجميل. يعني انا اخترت التشكيل لتشكيله ملعب الاهلي في كل مكان باسامه حسني. منورنا يا كابتن اسامه. ربنا يخليك يا كابتن سيد، وانت طبعا منور بيتك نادي الاهلي وعوده مره ثانيه النادي الاهلي بس عن طريق قناه النادي الاهلي، وكنت محقق يعني نجاحات كبيره وانت مدير كوره وقبل كده وانت في قناه الاهلي، والنهارده برضو يعني ان شاء الله تجدد نجاحات مره ثانيه يا رب. وسعيد ان انا موجود إن مع كباتننا الكبار كابتن حلمي طولان كابتن حماده صدي، لان دايما يعني بتعلم منهم. الله. طيب هي توليفه كامله ما بين مدير فني كبير جدا بقيمه ومكانه كابتن حماده صدي وكابتن حلمي طولان، وبالتاكيد عنصر مهم جدا في التدريب في الفتره اللي جايه كابتن اسامه حسني، وانا موجود هنا بدير الموضوع على قد شويه، لكن هنتكلم في الدوري بشكل عام وبعدين هنتكلم في اولى المباريات الاتحاد والمقاولين ثم مباراه بتروجيت والزمالك وقتها بقى لما يجي حينها. كابتن حلمي، لو هتقول حاجه على الدوري بشكل عام تقول ايه؟ بقول ان يعني الدعم السنه دي على المستوى الفني ناس دعمت بشكل كبير جدا، يعني اقل فريق دعم بحوالي 9 لعيبه السنه دي، يمكن اقل فريق دعم هو النادي الاهلي. انما الظاهره الغالبه ان كل فرق الدوري فيها اكتر من 10، في 14 لعيب، في 10 لعيبه، في 9 لعيبه، كل انديه الدوري دعمت بعدد كبير من اللعيبه. العدد الكبير ده ممكن يلقي بظلاله على الجانب الفني شويه. لان الدعم الكبير بعدد كبير من اللعيبه، اللعيبه الكتير ديت بتحتاج وقت للانسجام، تحتاج وقت للاندماج، تحتاج وقت لاظهار الجماعيه في الاداء. فهل يا ترى بقى هنشوف الكلام ده في المباريات؟ ولا هنشوف حاجة تانية من خلال هل الفرق دي عملت إعداد بشكل جيد، حصل انسجام بشكل رائع؟ هنشوف الكلام ده كابتن سيد، لكن أنا في اعتقادي إن ده هيدي عدم انسجام في المباريات الأولانية الأسابيع الأولى في الأسابيع الأولى. طيب كابتن حماد، قبل ما نخوض في الأسئلة والأمور الفنية، حابب تقول حاجة خاصة بالدوري بشكل عام؟ لا طبعا، الدوري مختلف شوية، بقالنا كتير ما بدأناش في شهر 8، الدوري انتهى في ميعاده الموسم اللي فات، كان في وقت كويس جدا اي فرقه تقدر تنظم نفسها للدوري، ولكن اللي اتفاجئنا طبعا بطول الموسم الحاج عامر يمكن كان بيتكلم على البطولات الافريقيه اللي دخلت في بعض اللي هو التظبيط اللي عايز يظبطه الاتحاد الافريقي، ممكن يمد الموسم لسنه كامله. فده ده 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 يعني احنا عملنا تنظيم كويس جدا، خلصنا بدري، عملنا اعداد كويس، بدانا بدري اول مره نبدا من كذا سنه، ما بداناش شهر 7 اخر 7، ده الجديد يعني في البتاع، غير بقى الانتقالات، غير الفلوس اللي دخلت، الاستثمار الموجود، مش استثمار يعني، في فلوس كتيره دخلت في الانديه من خلال، خلينا واقعيين، نادي بيراميدز عمل حاله هنشوفها السنه دي شكلها ايه. طيب كابتن اسامه حسني، قبل ما نخوض في الاسئله الفنيه، حابب تقول حاجه بشكل عام للدوري؟ نتمنى ان شاء الله يعني الدوري المصري من اقوى الدوريات في المنطقه العربيه، بيلاقي مشاهدة كبيرة سواء في مصر أو خارج مصر، برغم أن برضو لسه ما زلنا عندنا برضو سلبيات في إقامة الدوري من ملاعب وحكام، وفي حاجات برضو عليها سلبيات، لكن يظل المنتج أو السلع الدوري المصري يعني سلعة بيتهافت عليها الجميع. أختلف بس مع كابتن حلمي في حاجة صغيرة. نقول اختلاف. احنا لسه ما قلنا حاجة صغيرة بس. حتة الانسجام.
يعني احنا من زمان او من فتره طويله كابتن حلمي ما شفناش ان احنا عندنا فتره توقف كبيره بتحصل بين الدوري والدوري. دايما في تلاحق في الدوريات، لكن كان عندنا فتره توقف كبيره ممكن تقارب الشهرين، فتره كاس العالم وقبل كاس العالم والفتره اللي بعد انتهاء كاس العالم دي، كان فتره كبيره جدا ممكن الاجهزه الفنيه والمديرين الفنيين انهم يدعموا بشكل كبير، وكل مدير فني يقدر يبص ويستقر على التوليفه اللي هو ممكن يحتاجها. فهي دي كان ممكن يعني ممكن في الفتره دي كان يحصل الانسجام بشكل كبير. كابتن حلمي، لازم نتفق جميعا ان موسم 2018 2019 فيه مستحدثات شويه او متغيرات شويه، في ناس كتير جدا او قطيع كبير جدا من الجماهير منتظره الموسم ده والامور الفنيه، وانا قلت حتى في المقدمه قلت ممكن يبقى عندك فرقه كويسه لكن مقاومته البطوله محتاجه طبعاً تجربه تشوفها. لا طبعا. اوكي، الى اي مدى ممكن ياثر ده في الشكل الفني، ولاي مدى كمان التاثير الفني كمدربين هيبقى له دور، ولا الموضوع مقتصر بس على امكانيات اللعيبه والقدره الفنيه للاعب نفسه؟ هو طبعا ما فيش شك ان حجر الزاويه في العمليه التدريبيه هو اللاعب، دي نمره واحد، وبعدين بيجي المدرب في المرحله الثانيه يعني. ف انا شايف ان في عدد كبير جدا من اللاعبين الاجانب بقوا على الساحه في مصر، وخصوصا ان الاتحاد المصري سمح باربع لاعبين، والاربع لاعبين شاركوا بيشاركوا كلهم، فديت هتدي اضافه قويه جدا، هتدي قوه للدوري. دي نمره واحد. نمره اتنين على مستوى المدربين، هو في خمس مدربين اجانب في الاهلي والزمالك ودجله والاسماعيلي وبيراميدز وبس كده، نجوم المستقبل ونجوم لسه نجوم المستقبل، الاهلي والزمالك والاسماعيلي وبيراميدز ودجله. خمس مدربين فقط لا غير من 18 مدرب على الساحه. اتمنى ان يبقى في اضافه فنيه من المدربين دول، يكون فيه فكر جديد، فيه فكر جديد ورؤيه جديده نقدر نستفيد منها. كمان الاجانب، اللعيبه الاجانب اللي موجوده اتمنى انهم يبقوا اضافه قويه للدوري. طبعا هم هياخدوا اماكن لاعبين كتير في مصريين، لكن ده على مستوى العالم كله يعني. كل العالم بيبقى عنده لعيبه اجانب بالخمسه والسته وبيشركهم يعني، مفيش حاجه فنيه كويسه. حاجه فنيه كويسه طبعا، مش حاجه تضر، بالعكس هتفيد. طبعا اتمنى ان يبقى في اسراء من الجانب الفني من خلال تواجد هؤلاء اللاعبين ومن خلال تواجد المدربين الموجودين الاجانب على الساحه في الدوري المصري. ما زلنا في تشكيله ملعب الاهلي، كابتن حلمي طولان، كابتن حماده صدقي، كابتن اسامه حسني. نشوف تقرير خاص بالمدربين والمديرين الفنيين الخاصين بانديه الدوري الممتاز موسم 2018 2019 ونكمل مع حديثنا مع كابتن حماده صدقي وكابتن اسامه وكابتن حلمي طولان. مقتنع تماما بالواقعيه، مقتنع تماما بالحقيقه، بالصوره اللي ممكن تشوفها، لكن في بعض الاوقات بيبقى فيه استنتاجات، بيبقى فيه بعض التخيلات، بيبقى فيه بعض الانتظار لشيء ما، من بتبقى حاسب حسابات معينه، معايير بتشوفها، ارقام بتتناولها، بتحاول تتوقع شيء ممكن يحصل. عشان كده ده سؤال للكابتن حماده صدي، مين اللي انت متوقع تشوفه في حاجه جديده او بشكل جديد او ممكن يبقى له شكل مختلف عن المعتاد؟ مثلا الاهلي مؤاخذه كابتن حلمي، الاهلي في الصداره، بعد كده الزمالك. لو في تجاوزات هسيب لك الاستوديو وامشي. لا، احنا بنتكلم على الواقعيه، ما عندناش تجاوزات. بص، هو دايما بقى لنا فتره متعودين الدوري مقسوم لاربع اقسام، في الثلاثه اللي بيصعدوا بيبقى فيها بيقعدوا يصارعوا لاخر وقت عايزين يقعدوا في الدوري. يعني ممكن حد بيعدي بيجيب حد تحتيه، ففي منافسه تحت، في مجموعه في الوسط، في اربع خمس فرق بينافسوا دخول المربع الذهبي، وفي بقى فرقتين ثلاثه بيلعبوا على المركز الاول. فدي متقسمه، هتبقى متقسمه برضه السنه دي. لازم اقول الوافد الجديد اللي هو بيراميدز، اكيد الملايين دي كلها مش عشان يخش بربع ذهبي ولا عشان يبقى في وسط الجدول او يقعد في الدوري، هو ما عندوش استثمار، يعني ده مش استثمار رياضي، ده هو عايز ياخد بطوله. فاكيد هيبقى منافس قوي باللعيبه الموجوده، هي تجربه هنتفرج عليها، هل هتقدر تنافس وتخش مع الاهلي والزمالك والمصري والاسماعيلي، الناس اللي بتنافس يعني. الاهلي بينافس مركز اول، الزمالك عايز مركز اول، الاسماعيلي بيحاول يدخل تاني،
مع الاربعه الكبار او الخمسه الكبار الموجودين. لا انا بتكلم دي واقعيه. فده المنافسه اللي هنشوفها. ده الشكل اللي ممكن نشوفه. مش هنشوف حاجه تاني. يعني مش هنشوف يعني فرقه من تحت في الدوري موجوده احترام لكل الفرق هتبقى تخش تنافس على البطوله. لا هي مقاييس قدامك وامكانيات وعوامل النجاح موجوده عند مين؟ موجوده عند الفرق اللي اتكلمنا عليها الفرق الكبيره. الزمالك دعم بشكل كويس مجموعه كويسه غير السنه اللي فاتت. الاهلي حاجاته كانت بسيطه جدا عنده بعض النواقص بيحاول يكملها من الاعارات اللي رجعت من لعيبه. ممكن لما يجي ماتش الاهلي نتكلم على الحاجات الموجوده في النادي الاهلي. بيراميدز هو اللي دخل بقوه معاهم. الاسماعيلي قل طبعا بالعناصر اللي مشت من عنده. الناس المهمه ثلاث اربع عناصر مهمين جدا خرجوا من عنده. بريم حسن، محمد عمرو فتحي، محمد فتحي، عواد، دي عناصر اساسيه عنده. فدي المنافسه اللي هنشوفها حسب المعطيات اللي قدامنا والتدعيمات اللي حصل قدامنا من الانديه. طيب اخر سؤالي في الجزئيه دي يا كابتن اسامه قبل ما نخوض بقى في مباراه الاتحاد والمقاولين العرب، الاسابيع الاولى بالنسبه للرؤيه الفنيه لاي مدرب، الاسابيع الاولى بيبقى عايز منها ايه؟ وهل بتختلف من فرقه لفرقه؟ يعني الاسابيع الاولى ومدى كمان تاثيرها على مشواره او تكملته في الدوري. طبعا الفرقه اللي بتنافس على البطوله او عايزه تحقق مراكز متقدمه طبعا بتلعب على الثلاث نقاط من اول دقيقه ومن اول مباراه، عايزه تكسب علشان تحقق يعني مراكز متقدمه من بدايه الجدول عشان ما تخلقش لنفسها كمان مشاكل مع بدايه الدوري. ان لا قدر الله فرقه مثلا تبقى تتعصب في الاول فبتحصل لك بعض المشاكل. كان في تدعيمات كبيره السنه دي من بعض الفرق من دوري الدرجه الثانيه نظرا لارتفاع القيمه التسويقيه للاعبين. فبدا دلوقتي اتجاه كبير من جميع الانديه وحتى من الاهلي ومن الزمالك ومن الاسماعيلي كل الانديه ان اتجاه للدرجه الثانيه بحيث ان القيمه تبقى اقل واكتشاف لاعبين. وده برضو يعني حاجه فتحت الرؤيه كبير للدرجه الثانيه في الدوري المصري. دلوقتي برضو حاجه مهمه قطاعات الناشئين، بدات العين دلوقتي تروح لقطاعات الناشئين. الانديه اللي بتمتلك قطاعات ناشئين قويه سواء مثلا اهلي، اسماعيلي، انبي، النهارده هنشوف برضو المقاولين لسه هنتكلم عليه دلوقتي. الكابتن علاء نبيل كان بيتولى القياده في مدير قطاع الناشئين في الموسم السابق في نادي المقاولين العرب وعارف الناشئين، فهنشوف برضو في دفع في الناشئين. فهي دي الاتجاهات في الدوري السنه دي. طيب نروح لبقى الاولى اللقاءات يا كابتن حلمي على طول، المقاولين او الاتحاد والمقاولين العرب على استاد اسكندريه، التشكيله قدام حضرتك تمام، وكمان ممكن اقول لك الصفقات اللي ابرمها المقاولين العرب ورؤيتك للمباراه واولى الاسابيع. اولا بالنسبه لو اتكلمنا عن الاتحاد السكندري، اعتقد الاتحاد السكندري بيمر بحاله استقرار من الموسم الماضي وخصوصا بعد تولي الاستاذ محمد مصلحي. عمل استقرار كرئيس نادي، عمل استقرار فني باحد ابناء نادي الاتحاد السكندري الكابتن محمد عمر وجهازه الفني. نادي الاتحاد بقى ليه مقر كملعب للتدريب ما كانش ده موجود قبل كده خالص يا كابتن سعيد. تمام. طول عمره يعني ما كانش ليه ملعب للتدريب، وده مهم جدا. اصبح جدا اصبح دلوقتي ليه مكان للتدريب ومكان يملكه الاتحاد السكندري. الجانب المادي عنده اصبح متوفر بشكل جيد جدا، بدليل ان احنا شايفين النهارده في 13 صفقه بالدعم قالهم الحقيقه محمد مصلح جدا من الموسم الماضي بصراحه يعني. ما حدش يقدر ينكر ده، 13 لاعب السنه دي بيدعم بيهم فرقته. فاعتقد ان ده هيلقي بظلاله الفنيه على فريق الاتحاد. هذا الاستقرار من الموسم الماضي والموسم الحالي، هذا الدعم بكم كبير من اللعيبه المميزه، اعتقد ان هو هيدي افضليه الى حد كبير جدا لنادي الاتحاد في لقاء النهارده. بس زي ما بتقول لنا التشكيله بتاعت الاتحاد، التشكيله النهارده في جديده بقى هي ايه؟ في الهاني سليمان، وفي ناحيه الشمال كريم الديب وويلسون وبازوكا ورمزي خالد، في وسط الملعب ارتكاز نور السيد، على يمينه ديدي كوري، وعلى شماله خالد الغندور. في ثلاثي هجومي من محمد ناجي جده الصغير وبناهيني وخالد قمر.
ده التشكيل بتاع الاتحاد السكندري النهارده. اوكي، الاحتياط انا اقولهم لك: الزنفلي ومروان النجار وفوز الحناوي واحمد الالفي ورزاق السيسي واحمد مجدي واحمد داوده. واحمد داوده كابتن. كابتن حماده، المقاولين العرب هي نفس البدايه على فكره للاثنين. السنه اللي فاتت الاتحاد كان بيلعب المقاولين العرب في الاسبوع الاول، والسنه دي بيلعبوا في الاسبوع الاول. لا لا تقريبا المقاولين في الاسبوع الاول بيلعب الرجاء. مقاولين كسب 3-0. فاكر انا الماتش؟ ما اعرفش دي في مخيلتي ازاي، كنت اتفرجت عليه. لا انت صح. السنه اللي قبلها بقى، السنه اللي قبلها. طيب المقاولين العرب بدايه السنه اللي فاتت ما فيش اروع، قويه جدا قويه جدا، وتصدر دوري وعدد وافر من الاهداف، ثم في الدور الثاني واداء جيد. الدنيا اختلفت شويه. الدور الثاني المستوى هبط، النتائج سائد بشكل كبير جدا. حصل تغيير طبعا في اخر يمكن 4 ماتشات أو 5 ماتشات، تولى القياده الكابتن علاء نبيل، ادى نتائج طيبه جدا ودافع بمجموعه كبيره من الناشئين، بس انا مش شايف حد النهارده منهم. يعني هو يمكن فنش الموسم السنه اللي فاتت ببعض اللعيبه يمكن. طب تحب اقول لك التشكيله سريعا؟ يعني قدامي ادجار ميجل، ده جديد برازيلي، هو محمد سمير، وتحتهم طبعا حارس مرمى حسن شاهين، واحمد محمود، وعبد الوهاب اسماعيل، واحمد الشيمي، ومحمد سوسه او سوستا، وايهاب سمير، وادوارد، وطاهر محمد طاهر ده راجع من اعاره، كان بره بس لعب معاهم السنه اللي فاتت. جه في يناير السنه اللي فاتت وادى معاه بشكل جيد. هو بيلعب بطريقه احمد علي 4-2-3-1، يعني هتلاقي احمد علي اللي هيبقى لقدام، والثلاثه اللي من تحت هتلاقي مثلا لويس ده جديد اللي هو كولومبي بيشارك النهارده، ايهاب سمير ده من المنصوره، ده لعيب برده من الدرجه الثانيه، الباك رايت يمكن لعيب برده من الدرجه الثانيه في تضاء احمد محمود. في مجموعه جديده، في تغيرات في تشكيل نادي المقاولين، يمكن ما شاركوش السنه اللي فاتت، جداد على التشكيل، هنشوف شكلهم عامل ازاي. يعني النهارده كل الفرق مش هتقدر تقول الاداء عامل ازاي، لازم تتفرج على اول اسبوع وتشوف وعلى ضوءه تبص على تقدر تحكم من الاسابيع الثانيه مين هيكمل، المستوى عامل ازاي. بس انا يعني شايف ما فيش مجموعه من الناشئين اللي بختم بيها نادي المقاولين السنه اللي فاتت. طيب انا هقول لكم الاحتياطي برضو كابتن اسامه قبل ما اخد او اسالك اخر سؤال قبل ما نطلع للقاء. احمد عربي وابراهيم عادل وعبد الرحمن خالد وكريم مصطفى واسلام فؤاد ومحمد مجلي ويوسف الجهري، ده احتياطي نادي المقاولين العربي. القياده الفنيه هنا كابتن علاء نبيل وكابتن محمد عمر في الاتحاد، الاثنين مكملين من الموسم اللي فاتت، يعني عندهم كل الحاجات المميزات اللي انت اتكلمتها. لكن الملحوظه هنا ان دي التدعيمات بتاعته او التواجد الاجنبي اللي موجود في الاتحاد افريقي بحت. التواجد اللي موجود في المقاولين العرب لاتيني، كره لاتينيه، سواء كان كولومبي او برازيلي. عايز تقول حاجه في النقطه ديت وكيفيه اللعب الفني ما بين المدربين؟ هو الاستقرار الفني موجود، القياده الفنيه في الاتحاد السكندري كابتن محمد عمر هو مستمر من الموسم اللي فات، وجه في وقت صعب جدا وعمل انجاز مع الفريق وحقق مركز على ما اعتقد كان مركز العاشر السنه اللي فاتت الاتحاد السكندري، وكان مؤدي اداء كويس. القياده الفنيه كابتن علاء نبيل برضه جه بعد كابتن محمد عوده بعد ما رحل، بس انا عندي ملاحظه على المقاولين العرب السنه دي. المقاولين العرب استغنى عن لاعبين كتير جدا، يعني في استغنى عن لاعبين مهمين طبعا نزل بالاعمار السنيه، في استغنى عن جد وراح الجونه، في احمد علي الباك رايت راح الجونه، حسام باولو كان معار، فتح الله راح نجوم مستقبل، رامي عادل اعتزل، خالد عبد الرازق راح نجوم مستقبل، تورك جبر راح المصري، ديديك كوريه هنشوف النهارده مع الاتحاد، ويليام راح الانتاج. يعني شفنا النهارده المقاولين العرب استغنى عن 9 لاعبين، ده عدد كبير جدا، كانت لعيبه برده مهمه، لعيبه كانت مؤثره، كانت لعيبه بتشارك يعني بصفه مستمره، دعم النهارده المقاولين نزل بالاعمار السنيه، ودي ملاحظه، يعني النهارده الاعمار السنيه قلت، بقى في تدعيم زي ما احنا قلنا من لعيبه من الدرجه الثانيه. في النهارده عبد الوهاب سليم بادئ النهارده، كان كابتن علاء نبيل السنه اللي فاتت اداله في نهايه الموسم وده بدا يدخله لعيب كويس قوي يا عبد الله. باك ليفت كويس. كويس منتخب الامي تقريبا. لعيب كويس قوي. النهارده بادئ في هاب سمير، ده لعيب نص ملعب ناحيه الشمال، بيقول عليه لعيب كويس من المنصوره، الاثنين الافارقه اثنين، واحد برازيلي واحد كولومبي برضو موجودين، فده التدعيم بتاع المقاولين العرب. الملاحظ ان تدعيم الاتحاد السكندري يعني تدعيم قوي برضو في نفس الاتجاه، دعم برضو بخالد قمر، ده الغرباوي والزنفولي، احنا النهارده شايفين الاتحاد السكندري ومحمود يعني كان في الهاني سليمان هو المستقر بقاله كذا سنه في حراسه مرمى النادي الاتحاد السكندري،
النهارده بنشوف فيه منافسه في حراسه المرمى في حرس الاسكندري، بدا نشوف الغرباوي من الداخليه ونشوف الزنفولي من الرجاء، واثنين حراس مرمى مميزين وظهروا بشكل كويس الموسم اللي فات. في محمد ناصف دخل، في احمد مجدي، خالد قمر طبعا موجود النهارده. تدعيمات الاتحاد السكندري تدعيمات قويه، علشان عنده في مرحله بص عليها الشهر ده مباراه الترجي في البطوله العربيه، فتدعيمات قويه برضو عينه على يوم 9 ممكن نشوف اهداف في الشوط الاول. سؤال غريب جدا بس بيتقال يعني دايما فبقوله، اتمنى الدوري يبدا يعني يبقى سخن من الاول. لو السؤال اللي بيقول لك مين هيكسب، مين هيجيب اجوان ممكن ان شاء الله في ان شاء الله في اهداف كابتن حلمي. اعتقد ان في اهداف، ما فيش شك ان مباراه الاتحاد والمقاولين دايما من المباريات الحلوه قوي الممتعه جدا، لا دي بتبقى في عندها تكتل دفاعي مفرط فيه، ولا دي بتبقى عندها تكتل دفاعي مفرط فيه، فبتشوف اهداف هتشوف اهداف، انا ما عنديش شك في كده. وخصوصا كمان ان القوه الهجوميه هنا او هنا يعني مش عارفه الدوري المصري قوي بشكل كبير، سواء كانت برازيل او كولومبيا او حتى افريقي. ان شاء الله الرحمن نشوف مباراه كويسه، المباراه اللي هيديرها في اول مباراه في موسم 2018-2019 كابتن طارق مجدي، كابتن احمد نوفل، وكابتن احمد حسام، ومعاهم حكم رابع عمرو عبد العاطي. نشوف اللقاء وبعد كده هنكملين معاكم، ويومنا طويل النهارده شويه في قناه النادي الاهلي، وبعد مباراه او قبل مباراه كمان بتروجيت والزمالك هيكون لنا استوديو تحليل خاص باللقاء. ويوم طويل ان شاء الله الرحمن، ويا رب يكون سعيد على كل المصريين موسم 2018-2019.